وتختلف أيضا رمزية الاحتفال بعيد الأم التي تختلف من دولة إلى أخرى. الدول العربية متعودين على الاحتفال يوم 21 من شهر مارس، بينما في الدول الغربية أمريكا بالذات بالأخص ثاني يوم أحد من شهر مايو، وهو عادة هو اليوم العالمي للاحتفال بالأم، ولو أن الأم تستحق أن نحتفي بها كل يوم وليس فقط في يوم محدد. باقات من الورود نهديها لكم ولكل الأمهات اللي عم يتابعوا فينا. نقول لكم عيدكم سعيد وكل عام وأنتن بالصحة وعافية وخير يا رب إن شاء الله، وتلقاوا إن شاء الله خير ما قدمتم طيلة حياتكم إن شاء الله في أولادكم. هذا هو الشيء اللي تتمناه كل أم. نعلم أنه نجاح الأم هي تعتبره في نجاح أبنائها، لطفي وكي تشوف أنه تربيتها قدرت تقدم رجل أو امرأة صالحة في المجتمع. كثير من الأمهات عايشين ستريس اليوم لأنه الامتحانات الابتدائي انطلقت اليوم، تستمر على مدار أسبوع، راكم متوترين صح؟ ريحوا لنا حالكم. برنامجنا كله بصيص أمل، ننظر من خلاله من زوايا مختلفة. الأم ليست فقط التي أنجبت، بل الأم التي ربت جيلا ناشئا صاعدا وأنشأت أمم. الأم تهز بالسرير يمينا وتهز العالم يسارا. صحيح. وكل أم تعتبر لدى أبنائها هي وطن. صحيح. وطن يلقى فيه الطمأنينة، يلقى فيه الراحة، يلقى فيه الحنان. وقد ما نكبروا، قد ما يعني الإنسان يوصل في عمر تقدم، يبقى بحاجة إلى أمه، إلى حنان الأم. نترحم على أرواح كل من غادرنا من أحبة على أمهاتنا وأمهات موتنا وموتى المسلمين. ربي يطول في عمر كل أمهاتكم. أمنا الحاضنة هي الجزائر. صحيح. يعني تحية إلى كل أمهاتنا، ربما متواجدين في دور العجزة للأسف، يا ريت ما يكونش هذا المصطلح، لكن للأسف فيه دور عجزة وفيه أمهات رم يعيشوا ويلات الانفصال عن الأبناء وعن الأسر والعائلة. تحية إلى كل الأسر والعوائل التي تتابع برنامج صباح شروق، اللي يختاروا دائما برنامجنا الخدماتي المتميز صباح الشروق. أحسن ما اخترتوا مشاهدينا. نقول لكم راح تستمتعوا معنا إن شاء الله في هذا العدد الخاص اللي راح نكرموا فيه أمهات كل واحدة نجحت في مجال معين. صحيح. وقدرت صحيح. أنها تربي أولادها وتنجحهم إن شاء الله يا رب، حتى تعرفوا عليهم خلال هذا العدد الخاص من برنامج صباح الشروق. حابين أنكم تتواصلوا معنا، تواصل يكون عبر الأرقام اللي راح تظهر أسفل الشاشة. تقدروا أيضا تبعتونا رسائلكم حتى تهنيوا أمهاتكم ربما عبر خدمة الواتساب، والأرقام تظهر أسفل الشاشة. وتقولون أيضا واش خسرتوا لها هدية، كاين بطاقات معايدة، كاين هدايا رمزية تقدم للأمهات، كاين اللي يكتفي فقط بقبلة على الجبين ومحلاها قبلة ومحلاها هدية. تذكر زمان كنا في الأقسام خاصة في الابتدائي قبل عيد الأم حوالي أسبوع يبدأوا يقولون لنا، بدأوا تفكروا في الهدية اللي يقدموها للأم، وتكون مصنوعة من اليد، أشغال يدوية رمزية جدا. صح. رمزية جدا، لكن تكون بزاف عزيزة على كل قلب كل أم، لأنه تكون من القلب للقلب. صح. كما يقولون. ومن خلال برنامجنا نجيب لكم بعض الأفكار. عندنا حرفية راكم تشوفوا في هذا التحف الجميلة تصلح وتليق أنه تكون هدية في مثل المناسبات السارة والسعيدة. نقول ونشير ونذكر أن الاحتفال هو احتفالات رمزية فقط. صحيح. ربما كثير من المجتمعات لا تؤمن بمثل هذه الاحتفالات التي تخص الأعياد، لكن احنا نتقيد برمزية الاحتفال وهي هذه اللمة. صح. هذه المحبة، هذه الألفة، هذه الهدية ربما الرمزية اللي تدخل البهجة والسرور. صح. في قلب الأم. لما يوصل الأمر للأم تسقط كل الأم. صحيح. لطفية. صحيح. الأم تستاهل أنه نحتفل بها. صح. في كل يوم، وهذا أقل شيء من خلال برنامج صباح الشروق. المناضلة المكافحة التي تجتهد من أجل بناء هذا الوطن وهذا المجتمع. تطمئن قلوبنا دائما لما نحتضن الأم. صح. تطمئن القلوب أيضا من خلال برنامج صباح الشروق. وينضم إلينا الأستاذ حمزة الجزار. أسعد الله صباحك بكل خيرات أستاذ. أخي لطفي، أهلا بالمشاهد الكريم، صباحكم خيرات ومسرات. ما الذي يميز هذا الكائن، هذا المخلوق الجميل الذي خلقه الله عز وجل وكرمه بجعل الجنة تحت أقدامه؟ نعم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البر بالأم مفخرة الرجال وشيمة الشرفاء، وهو قبل ذلك كله خلق من خلق الأنبياء. نعم، لهذا قال ربنا جل وعلا في التنزيل عن يحيى عليه السلام: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا.
وقال عيسى عليه السلام: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. نعم، ويعني البر بالأم وصى به الرحمن، وتحت أقدامها الجنان كما ورد في حديث عظيم. نعم، لهذا الأم يعني والله تلك المخلوق الضعيف الذي يعطي ولا ينتظر شكرا، ويبذل ولا يأمل يعني ردا وجميلا. نعم، لهذا سبحان الله العظيم، الله جل وعلا قال في محكم التنزيل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. نعم، هذه الآية العظيمة التي قارن الله جل وعلا عبادته وتوحيده وإفراده بالعبادة بماذا؟ بطاعة الوالدين والإحسان والشفقة عليهما. لهذا قال جل وعلا بعدها: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. تصور أن الطاعة تتأكد حال الكبر. لهذا قال جل وعلا: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. دل معنى عندك يعني عند التجائهما واحتمائهما وحاجاتهما إليك، فقد انتهى دورهما وأتى الآن دورك، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فالله جل وعلا نهاك أن تقول أف، حتى يعني كلمة أف. بارك الله فيك. لهذا المتأمل في أحكام التجويد أن أسهل الحروف مخرجا هو حرف الفاء وحرف الهاء. لهذا يقول الإمام السخاوي رحمة الله عليه في نونيته: والهاء تخفى فجل في إظهارها في نحو من هاد وفي بهتان. فهذه الحروف التي هي يعني أسهل الحروف مخرجا إياك أن تذكرها لوالديك، فما بالك بالأغلظ والأبلغ من ذلك. نعم، فالإنسان لابد أن يختار الكلمات التي يتحدث بها مع والديه. لهذا يقول شاعر النيل حافظ إبراهيم: الأم مدرسة إذا عددتها عددت شعبا طيب الأعراق. لهذا لم يعرف التاريخ يعني نظاما ولا حضارة، يعني كرمت الأمة وأعلت من مكانتها ومنزلتها ورتبتها كما أعلاها الإسلام. صحيح. وكما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعل برها من أصول الفضائل. لهذا سبحان الله العظيم، الإنسان إذا أراد مغفرة الذنوب، أراد أن يتجاوز الله عنه، وكلنا نذنب، كلنا ذو خطأ، من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط، عليه ببر الوالدة. تصور النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يأتيه رجل فقال له: أذنبت ذنبا عظيما. نعم، فقال لي: هل لي من توبة؟ يعني يريد أن يتوب هذا الرجل من ذنبه ومن معصيته ومن إثمه. فقال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: فهل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخالة بمنزلة الأم، تأخذ مقام الأم، تأخذ مقام الأم. نعم، نعم، من رحم واحدة طبعا. ولهذا كذلك ذلك الرجل الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم متشوق إلى الجهاد، وما أعظم هذا المقام، مقام الجهاد، يعني المجاهد في سبيل الله جل وعلا حباه الله عز وجل بخصال عديدة. تصور، فهو الآن يبذل نفسه وماله في سبيل الله عز وجل، فأتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أذن لي في الجهاد. قال: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: فقال: فلزمها، فلزم قدمها فثم الجنة. كأنه جاهد. نعم، نعم، بارك الله فيه. ورجل آخر، والحديث في الصحيحين، نعم، رجل آخر يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يتوق ويتشوق إلى الجهاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والدك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. تصور، هذا هو الجهاد العظيم. جهاد. نعم، تصور كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. لهذا يقال أن أويس القرني يعني كان مجاب الدعاء. ما هو السبب؟ لأنه كان بارا بوالدته. أوصانا الرسول عليه الصلاة والسلام بالأم. نعم. القرآن الكريم أيضا. نعم. الكثير يفقه القواعد والضوابط. نعم. لكن قليل من يطبق. ما الذي يجعل قساوة القلوب في الوقت الحالي؟ نعم. يعني نلقاو أمهات في دور العجزة. يعني نتأسف كثيرا للوضع التي تعيشه الأمم. لا نتحدث عن الأمم الغربية بقدر ما نتحدث عن الأمة الإسلامية، لأنه الكل يعلم أن الأم هي التي تعلمنا الله، تعلمنا الإسلام. الأم هي التي ننظر من خلالها إلى الجنة، لكن قليل من يطبق هذا الكلام. والله
سبحان الله العظيم، حين أتاحت الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد سأله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. حين يعلم الإنسان يعني سبحان الله العظيم بأن الأم هذه هي مأوى الأمان، نعم، وهي أساس الهناء، وهي عتاد البيت، وهي قسيمة الحياة. تصور أن الأم، كيف الإنسان يصل يعني أن يلقي بوالدته في دور العجزة وهي التي أنجبته من رحم؟ يعني تصور ذلك المشقة وذلك العذاب وذلك العذاب. هذا والله من الأمور المؤسفة المحزنة. لهذا وهذا من أعظم العقوق. نبينا صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ نعم، قال وهو في جمع من الصحابة، قال أنا أنبئكم بأكبر الكبائر، ثلاثا كررها النبي صلى الله عليه وسلم، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ فقالوا بلى. قال الشرك بالله وعقوق الوالدين، الإشراك بالله وعقوق الوالدين. تصور أن الله سبحانه وتعالى قارن يعني العقوق والإساءة إلى الوالدين بالإشراك به. هذا أمر عظيم والله، ليس بالهين. لهذا يعني الإنسان إذا كان في المنزل، والله إذا كان في المنزل يعني سواء كان ابنا أو بنتا، يعني إذا كان عاق لوالديه فهذا والله يعني هذا البيت يعيش النكد، يعني نغص عليهم حياتهم ومعيشتهم. تصور، لأن البيت متى يعني يكون فيه الاستقرار والطمأنينة؟ إذا كان فيه البر. نعم، كما أوصانا ربنا جل وعلا وكما أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لو تتأمل ذلك الرجل اليماني يعني سبحان الله، والحديث بطوله، يعني كان يعني يحمل والدته على ظهره. نعم، لم يحمل مالا ولا متاعا ولا أي شيء، إنما كان يحمل والدته ويطوف بها في حول البيت. نعم، يعني وارتحل بها يعني من مكان بعيد إلى مكة. تصور يعني أغبر وجهه وشعث شعره وتتابعت أنفاسه، ولكن ذلك الحمل لم يكن لا مالا ولا متاعا ولا جاها ولا شيء آخر، وإنما حملها ذلك المحمول هي والدته التي ربته حتى صار رجلا فرأت ذلك البر وتلك الطاعة. ثم ماذا قال وهو يطوف بها حول البيت؟ فقال إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. وهذه كناية عن شدة الطاعة والبر وعدم التأفف والتضجر من خدمتها. نعم، ثم قال، التقى بالصحابة، قال يا ابن عمر أتراني جزيتها؟ يعني بعد هذا الطواف وأنا أحملها من بلد إلى بلد آخر، هل تراني جزيتها؟ قال لا، ولا بزفرة واحدة من زفرات ولادتها، ولا شهقة من شهقات ولادتها، ولا ألم من آلامها، ونفس من أنفاسها. وهذا يعرض للأم حال الولادة والوضع، واسألها إن شئت عن ذلك. لا يفوتنا أن نهنئ حججنا الميامين، كان البارح أول فوجة توجه إلى البقاع المقدسة. نعم، من أجل تأدية مناسك الحج. إن شاء الله يرجعوا لنا سالمين وغانمين إن شاء الله. آمين يا رب، وإن شاء الله يكثروا من دعاء لهذا البلد الحبيب الجزائر. الأم ليست فقط التي أنجبت. نعم، وإنما الأم هي التي ربت أيضا، صح؟ طبعا طبعا. نعم طبعا، وجوب احترام والاهتمام بكل من يفوتنا في العمر. نعم، بالأخص الأمهات. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. نعم، توقير الكبير واحترامه مهما كان. طيب، الأم هذه هي المرأة، يعني كرمها الإسلام، كرمها أما وكرمها أختا وكرمها بنتا وكرمها زوجة. نعم، والأم يعني هي الآن القابلة، وهي الطبيبة، وهي الأستاذة، وهي نعم، وهي المربية. نعم، كذلك المربيات الآن يعني في رياض الأطفال الآن يعني تجد الحمد لله اعتناء يعني عظيم. هي ليست لم تنجبه، ولكن تلك الحنان وذلك وتلك الرأفة التي بارك الله فيك، تربية صحيحة بارك الله فيك وتربية سليمة الحمد لله. يعني كثير من الأمهات يعني الآن وجدت البدائل في رياض الأطفال. صح؟ صحيح. نعم، صحيح. كثير، خاصة إذا كانت يعني أستاذة وكانت طبيبة أو كانت يعني تشتغل يعني تشتغل مهنة محترمة يعني وهي تربي الأجيال، فكذلك أن تجد من يربي لها ولدها. صح؟ 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 صح. لهذا سبحان الله العظيم يعني تبقى قيمة الأم والله قيمة عظيمة في الإسلام،
وربنا جل وعلا يعني كرمها، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من مكانتها، والإسلام حفظ لها يعني مقامها وحفظ منزلتها. وأنت وقلنا بأن الأم يعني إذا تأملت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم والله تقرأ العجب، تقرأ العجب. لهذا سبحان الله حين تقرأ لقصص السلف القصص العابرة الغابرة تجد العجب. كذلك محمد بن سيرين رحمة الله عليه، هذا الرجل سبحان الله العظيم كان يعني إذا اشترى لوالدته لباسا اختار لها ألين ما يجد، تصور. وكان إذا كان يوم عيد نعم صبغ لها ثيابا، وكان يعني لا يرفع صوته عندها، ومن رآه يراه كالمصغي لها، هو يتكلم لكنه كالمصغي لها، حتى رآه بعضهم فحسبه مريض، قال من شدة خفض صوته عند والدته. ما شاء الله. نعم. كنت سأسأل عن الهدية التي يمكن أن تقدم للأم في مثل هذه المناسبات. نعم والله أعظم هدية تقدم للأم والله، لأن الأم والله ليس لها عيد، أيامها كلها أعياد. صح. نعم الهدية، أعظم هدية هي الطاعة والبر، أعظم هدية تقدم للوالدين هي الطاعة والبر، بنص قوله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، حال الكبر تتأكد الطاعة. لهذا الأم هذه والله متى 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 يعني هي الآن تحتاج إلى تلك اليد الحانية والقبلة كذلك الرقيقة الطيبة الدافئة، متى تحتاجها؟ يعني إذا الآن يعني إذا رق عظمها وحدب ظهرها وذهب شبابها وأتى مشيبها، نعم وأصابها الضعف والوهن، هنا الآن هي تحتاج إلى الحنان. صح. لا ليس هذا وقت أنت يعني أن يلقي بها الإنسان في دار العجب، بل وقت أن يعوض. نعم. هذا والله في والله هذا في قلبه قسوة خيرت فيه، هذا في قلبه قسوة. الربيع بن خثيم رحمة الله عليه أحد التابعين كان سبحان الله العظيم كان يميط الأذى عن الطريق ويقول هذا لأمي وهذا لأبي، تصور. الحسن البصري رحمة الله عليه أتاه رجل فقال يا إمام، قال حججت أذن، قال حججت حجة الإسلام قد أذنت لي أمي، ماذا قال له؟ قال له لقعدة تقعدها معها على مائدتها أحب إلي من حجتك. ما شاء الله. تصور يعني تصور حال السلف كيف. لهذا الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه ماذا يقول؟ يقول لو علم الله شيئا في العقوق شيئا أدنى من أف لحرمه، تصور شيء لو كان شيء أدنى من أف لحرمه الله سبحانه وتعالى، لكن هذا الحرف هو أسهل الحروف مخرجا، حتى أنه أقسى القلوب تلين أمام الأم. صح. نعم طبعا 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 نعم، حتى وإن كان شخص يعني متسلط. نعم. قاسي القلب. نعم. نعم. لكن أمام الأم شيء آخر طبعا طبعا، تغير كل المفاهيم. نعم الله سبحانه وتعالى يعني خلق هذا الترابط، فهمت، وهذه يعني وهذا الذوق الذي يكون بين الأم وولدها، حتى في الغريزة حتى في الحيوان. صح. تصور حتى في الحيوان، تصور شوف الحيوان يعني كيف يدافع عن أبنائه. صح. نعم شوف فقط يعني أدنى حيوان تجده أمامك غالبا يعيش أمامنا القط أو القطة. صح. نعم تلك الأم كيف تنافع وتدافع. صح. صح. عن أبنائها. نعم غدا حساب لا عمل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أبر البر أن تصل ود أبيك. لهذا جاء رجل من بني سلمة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال هل بقي لي شيء بقي لي من بر والدي شيء أبرهما بعد موتهما؟ قال نعم، قال الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وهي الوصية، قال وإكرام صديقهما. تصور نعم تكرم صديقة الوالد صديق الوالد. نعم هذا بإذن الله سبحانه من المعروف الذي يصل إلى الوالد، لهذا يعني شخص مقرب كان مقرب للوالد. بارك الله فيه. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الحديث الذي ذكرته آنفا قال يعني ولد يدعو له ولد صالح، يعني هذا الرجل خلف ذرية صالحة تدعو له. لهذا هذا من محاسن الزواج، نعم أن الإنسان يتزوج من أجل أن يخلف ذرية صالحة تدعو. نعم. لا يتزوج كي يتزوج فقط، يحسن الاختيار. نعم نعم. لهذا ثم لهذا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال تخير لنطفكم
تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم. فالإنسان لابد أن يحسن الاختيار كي يخلف ولدا يدعو لهذا السبب، أو صدقة جارية. فالإنسان يتصدق على والديه، والصدقات الآن أنواع وأصناف وأشكال والحمد لله. تتصدق بالمصاحف، تتصدق بكتب العلم، تتصدق بالماء، نعم تبني مسجدا، تشارك في لبنة فقط لوالدك، فبإذن الله سبحانه وتعالى هذه من الحسنات الجاريات، يعني تجري بعد موت الإنسان وتصله بإذن الله سبحانه وتعالى وهو في قبره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولد صالح أو علم ينتفع به. والإنسان قد بعض العلماء كالإمام النووي رحمة الله عليه توفي صغيرا، يعني توفي صغيرا ولم يتزوج، وإنما تزوج بالعلم، تزوج بالكتب، وألف لنا المؤلفات العظيمة والجليلة الحمد لله لازلنا نقرأها حتى الآن. هذه صدقة جارية بإذن الله سبحانه وتعالى تصل إلى هذا العالم بعد موته. يعني العلماء أخي لطفي كما ذكرت لم يتزوجوا، وإنما بعض العلماء الذي العزاب، يعني الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمة الله عليه ألف كتابا سماه العلماء العزاب، نعم، ممن تزوجوا بالعلم ولم يتزوجوا في حياتهم لأنهم اشتغلوا بالتعليم والتأليف كالإمام النووي كما ذكرناه. فبإذن الله سبحانه وتعالى قد خلف للأمة صدقة جارية، هذه الكتب العظيمة، شرحه لصحيح مسلم والأربعين النووية وكتاب الأذكار ورياض الصالحين وغيره، وقل كذلك في العلماء، فهذه كذلك صدقة جارية. وأفضل شيء الإنسان الآن يذهب إلى الكتاتيب، يذهب إلى الزوايا، يعني هم أمس الناس يعني بالحاجة إلى الصدقة، فيتصدق عليهم بإذن الله سبحانه وتعالى. تصدقت عليه بكتاب علم، تتصور أن هذا الطالب هو يقرأ هذا الكتاب ثم يشرحه لطالبه بعده، هذه صدقة تجري بإذن الله سبحانه وتعالى على والديه. قل لي أستاذ، هل نعم. تجوز الصدقة على الأحياء؟ نعم، يعني طبعًا. أتصدق مكان الأم انتهي نعم. وأنويها للأم. نعم ها، الربيع بن خثيمة رحمة الله عليه كما ذكرت كان رحمه الله يميط الأذى عن الطريق ويقول هذا لأمي وهذا لأبي. لماذا؟ وهم أحياء. نعم وهم أحياء، نعم وهم أحياء، نعم. لماذا؟ لماذا قال ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو عم الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. نعم، فأنت يعني قد يكون ويعني أمك يعني توفيت أو والدك كذلك، يعني تصدقت عليه وأمطت بإذن الله سبحانه وتعالى أذى أو أزحت غصن شجرة، فإنه يصل لوالدك ولو أحياء. فالنية فقط، فالنية بإذن الله سبحانه وتعالى هي التي تصير هذه الأعمال، إنما الأعمال بالنيات. ولكن الإنسان بارك الله فيك، إنسان فقط أخي لطفي يحرص يحرص بإذن الله سبحانه وتعالى على البذل والعطاء من أجل والديه. هو الآن بإذن الله، ولأن هذا فيه تواصل للبر والطاعة بعد موتهما. يعني نحن الآن للأسف يعني الإنسان بعض الناس والله يكون عاق في حياته لكن لا يحس لذلك إلا بعد فقد والديه. صح. نعم، والآن يا سبحان الله العظيم والله قد يعجز الإنسان أو يقعده الشيطان عن إنفاذ بعض الأمور لوالديه. فمثلا يأتيه والده أو تأتيه أمه فتطلب منه شيئا يسيرا هو يستطيع أن يوفره بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن الكسل والخمول وتلاعب الشيطان بالأفكار قد يثقله عن ذلك، فهمت؟ فيفقد يعني أجرا عظيما وهو تلك الطاعة وتلك، لأن الله سبحانه وتعالى أوصانا بهما والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك أوصانا بهما. لهذا الإنسان يعني الآن ما فات شيء، الإنسان إذا كان عاق لوالديه فليراجع نفسه الحمد لله، يعني الأمر فيه فسحة. لهذا سبحان الله العظيم إياس بن معاوية هذا التابع الجليل لما توفي والده بكى كثيرا، لما توفيت والدته بكى كثيرا، فقيل له ما الخطب في ذلك؟ فقال كان لي بابان مفتوحان إلى الجنة فأغلق أحدهما. تصور يعني والله باب من أبواب الجنة، نعم، رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخطهما. فما بالك الإنسان، يعني سبحان الله، احنا قديما كنا، أنا لما يعني كنت أخرج من البيت كانت الوالدة تعي يعني بعبارة سهلة جدا تقول الله يعطيك الربح. والله أمي رحمها الله تعالى ورحم الله أمهات نعم كنت صغيرا لما يعني أنصرف من البيت قل لي الله يعطيك الربح، كلمة والله تكفيك. صح.
كي تفوز في حياتك، صح؟ صح. وترفع والآن والله والله بعض الأبناء يعني يأخذ دعوة شر وهو منصرف من بيته، صح؟ صح. نعم، لهذا الإنسان لابد أن يراجع. ولا ننسى أنه فيه بعض الأمهات سمحهن الله اللواتي لا يتحملن مسؤولية الأمومة ولا يربين أبنائهن تربية تليق، يعني لكن بالرغم من ذلك أوصانا الله عز وجل ببر الوالدين، بارك صح؟ الله فيك. والجنة تبقى وتظل تحت أقدام الأم. بارك الله فيك. الله جل وعلا قال في القرآن: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. لو أمراك بالكفر أو أمراك بالباطل لا تطعهما، ولكن صاحبهما في الدنيا معروفا. حتى العقوق في حق الوالد الكافر لا يجوز، فما بالك نعم. فلهذا الإنسان لابد أن يعي هذه المعاني أخي لطفي، وهذه الكلمات التي ذكرناها وهي على سبيل الإيجاز والاعتصار، يعني فالكلام والحديث عن الأم حديث ذو شجون. لهذا أنت ذكرت بأن هناك من الأمهات يعني من لا تستحق الأمومة. والله يا لطفي، من الأمهات من لا تستحق الأمومة. نحن لا، كي يكون الإنسان منصفا وعادلا بإذن الله سبحانه وتعالى، كم من أم طائشة، كم من أم أهملت أولادها. لهذا يقول ابن قيم رحمة الله عليه: وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عامته من قبل الآباء. وقال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. شكرا لك أستاذ. الله يبارك فيك إن شاء الله يا رب. نورتنا بحضورك. آمين إن شاء الله يا رب. حبينا كثير هذه الإضاءة. الله يبارك فيك إن شاء الله. اللي خص الله عز وجل بخصوصية في حياتنا وجعل الجنة تحت أقدامه وهي الأم. أجمل وأحلى سلام لكل الأمهات اللواتي يتابعنا برنامجنا الصباحي صباح الشروق، محطتنا الموالية مشاهدينا، نستعرضها وإياكم من خلال هذه المرافقة من زميلنا محمد موفق صبري الآراء حول الموضوع اللي اخترنا الحديث من خلاله، والاحتفال بعيد الأم ويوم الأم العالمي. راح نتعرفوا مع بعض عن رمزية الهدية وثمنها، ماذا يهدي الجزائري إلى أمه. نتابعوا مع بعض، من بعده لنا رجعة. تفضل. ماما العزيزة ربي يحفظها ويطول في عمرها وكثر خيرها، يعني لو شدرت لي في حياتي وخيرها ما نساش، والكلمات أصلا ما تكفيش أني نقدر أسكو نرد لها خيرها. مهمة نحن نحاول يعني نخدم في المستقبل وندير حاجة على الأقل رد لها شوي خيرها. وأمهات فلسطينيات ربي يصبرهم والنصر قريب إن شاء الله، النصر قريب. ربي يخليك لينا وربي يطولك في عمرك ونحبك بزاف. ما تقدر تدير كلش على جنة، لي يقرب لولادها ما تخليه لوش، نشوفها سوبرمان تانا. ربي معاهم وربي ينصرهم قاع وربي يحررهم. ربي يخليك لينا إن شاء الله وربي يطول في عمرك. حبك بزاف ماما وشرات برايتان. كلش قادرين نعيشوا بلا بك، يعطيك صحة يا ربي تينا، أنت جزء مهم من حياتنا. بالك تقلقينا شوية كي تعطينا الأوامر ودلع في صعبنا بمصلحتنا. نحبك بزاف ويعطيك الصحة، أنت أفضل أم في قاع العالم. سيو يصبروا يتكلوا على ربي ويسيو يستعينوا بالله سبحانه وتعالى. نقول جو تام ماما وكاع لي جون مادابيا يفهموا هاد لاكيلتور، ما كاش كيما الأم. الأم كنز من كنوز الدنيا. نوجه ميساج للأم للجميع لي جون، يقدس الأم تاعو ولو بير تاعو. ماما نقولها جو تام بوكو، نحبك بزاف وربي يخليك ليا إن شاء الله. ربي يخليك تاج فوق راسي. يما نحسها ما كاش كيما هي في الدنيا، باسكو هي اللي تعاونني، هي اللي تمد لي الكوراج في كلش. مام من نبكي نلقاها قدامي، نطيح نلقاها قدامي، هي توفى. هي ما كاش كيفاش نوصفها الام، ما كاش كيفاش توصفها في هاد الدنيا، ما كاش كاع كيفاش نوصفها لك ماما. بيان سو هي الام هي كلش، انا هي حياتي، باسكو كنت راه هي امبوسيبل. هي ديجا كيكونوا هضروا تقول لي كون زعما هكذا نموت ولا اسمو، نقولها ما نقدرش نعيش بك كلش. هي تصبرك، هي تدي لك الكوراج، هي في قرايتك في الخدمه في كلش. ونقولها نحبك بزاف، ربي يحفظك. وانت يا شغل كون يقولوا لي يعطيها يقول يعطيها كبدي، نعطيها كبدي بيان سور. بون ما نحبها نموت عليها، حتى جراسي ودائما قاعد نحبها، هذه حاجه ما تبدلنيش عليها شايف. ويا كبرتني وانت صغير تعرف يا المهم، يما نحبها ونموت عليها يا خوتي جراسي. بغيت نقولها بلي نحبك بزاف وميرسي كي ضحيتي علينا وقريتينا وصبرتي علينا، وربي يحفظك ان شاء الله.
مشاهدينا كانت هذه كلمة في حق الأم. ولا توفي حق الأم لن طبعا توفي. لن توفي صح. حق ما تقدرش الأم قد ما نقول لأمهاتنا ما يكفيش مستحيل جدا. وش تفيها أجمل هدية أنك تقدمها أجمل هدية هي أنا نشوف أنه أجمل هدية أنك تتعلم تعنق الأم نتاعك وتبوسها صح. أحلى هدية تحتاجها الأم صح. لأنه للأسف صارت القلوب جافية يعني قليل اللي يروح يحب يماه ويعبر على حبه لأمه ويبوس أمه صح صح. بالأخص شبابنا الجيل حتى أنه يعيط لها يمه قدام صحابه عجوز ايه. الوالدة لجوز أنك تقولها ماما وتقولها يمه وتقولها أمي وهذا يدل على المحبة الكبيرة والتضحية. ما كانش أمه ضحت في سبيل أولادها مكانش مكانش. أنا نشوف أنه أجمل هدية أيضا نقدر نقدمها لكامل الأمهات لطفي النجاح صح أنك تنجح أنك تنجح لأنه صح. أنت ثمرت جهد هذه الأم ثمرت اجتهاد ثمرت سهر ثمرت تعب فمليح أنك تنجح حتى تفرح مو شغل الأم وإنما حتى الوالدين يعني الأب والأم صح. صح. المشاهدين لكن تبقى الهدية الرمزية عندها خصوصية وكاين بزاف أمهات لما وليدها يجيب لها ريحة ولا تقول لك خبيها هذه تاع ولدي جابها لي ولدي الأم تستقنع بكل حاجة يقدمها لوليدها لو كانت مدلها كورقة تمدها لها تخبيها وتقول لك عطاها لي وليدي صح. لكن مليح أنه الإبنة والإبنة تجتهد في هذا اليوم حتى تقدم هدية تعبر فيها عن المحبة استثمروا واستغلوا فرصة تواجد الأم في حياتكم لأنه لما تغيب أما وين تعرفوا قيمة الأم صح. والإنسان يحس بالكبر لما تموت الأم نتاعه لأنه مهما يكبر الإنسان ويتقدم في العمر يبقى دائما صغير في نظر الأم نتاعو لأنه كاين اللي عيط له ولدي صح صح بالتالي يحس بروحه صغير صحيح. لكن لما تموت الوالدة صدقوني يعني الإنسان يشيب ليس بالشيب الطبيعي اللي نحكيه عليه الشعر وإنما القلب نتاعه هو اللي يكبر صح استغلوا كل فرصة صح. كل دقيقة كل ثانية تقضيوها مع أمكم اتصلوا بنا رقم تليفون حابين نسمعوا أصواتكم تفاعل وين وتفاعل 023-792-94 رقم 1 و1 يخليكم تواصلوا معنا على المباشر ولا أيضا تقدروا تقدموا رسائلكم وتهانيكم لأمهاتكم عبر خدمة الواتساب الآن مع تطور مواقع التواصل الاجتماعي لطفي في كثير من النساء ولات مكسب لهم حتى أنهم يقدموا أعمالهم ولا حرفهم من خلال مواقع التواصل الأم تساهم كثيرا في تربية الأبناء وتساهم أيضا من خلال استثمارها في بناء اقتصاد المجتمعات صح صح لطفي وخاصة فيه الأم المقاولة فيها الأم تربي في البيت صح. وهي عاملة أيضا موظفة حرفية احنا بهذا نحيي كل الأمهات في كل المجالات كل أم تتعب وكل أم حاولت أنها تنجح من خلال مجالات معينة مثل السيدة الحاضرة معنا اليوم واللي نسعد كثيرا بحضورها كان في البداية لطفي كان قدم بعض الأعمال صح. وقال شوفوا ما شاء الله الديكور لو مزين اليوم بلوحتها ولمستها الجميلة طبعا نسعد باستضافة السيدة فاطمة حسين أهلا وسهلا مرحبا بك صباح النور صباح الأعياد كل عام وانت بألف خير الله يسلمك بارك الله فيك كل عام والحاجة اللي نبدأ بها الأم الفلسطينية صح كل عام وهي بخير ربي سبحانه عطاها جائزة تاع ارتقاء أولادها الشهداء صح ربي يحفظهم وربي إن شاء الله يكونوا يتقبلهم يكونوا مدخل ليها للجنة إن شاء الله وإن شاء الله العام الجاي إن شاء الله يتنحل الآثار الدماء والأهوال اللي أنا أشوفها وكل عام أمي بخير نبدأ بأمي بخير وربي يحفظها ويسترها وكل أمهات الجزائريات والعربيات إن شاء الله كنا نحكي وأنا وإيمان على الأم وش هي أجمل هدية يمكن أن نهديها للأم وتكون كبيرة في نظرها بالنسبة لك أنت يا أولادك شحال في عمرهم؟ عندي الكبير هيثم 20 سنة ما شاء الله والصغير 10 سنين لؤي ما شاء الله الله يبارك يتفكروك في هذا الأعياد والمناسبات الحمد لله الحمد لله مازال حتى الرسالات كي كانوا هيثم كي كان دوكا 20 سنة كي كان في الابتدائي مازالوا عندي الرسالات اللي يهديهم لي ما شاء الله لحد الآن مازال لؤي أيضا واحد الرسومات هو ثاني ورث مني الجانب الفني عنده رسومات إهداء لي ثاني مخبيتهم لحد الآن ما شاء الله وأجمل هدية تتهدى لي وكما قلت انتايا هي نجاح الأولاد وصلاحهم هذا هو لأنه هذا هو رأس المال تاعنا تاع الأم الجزائرية رأس مالها نجاح أولادها وتشوفهم في أعلى المراتب وتشوفهم صالحين
وسعداء. هذا هو ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. خلينا نتعرف عليك اكثر سيدتي. احنا ما شاء الله هنا شفنا الابداع وشفنا اللمسه الجميله هنا في البلازا. شكراً. كنت حابين نتعرفوا عليك اكثر. نعم. كيفاش بدات رحلتك في هذا المجال الحرف؟ رحلتي كانت من الصغر كي كنت صغيره كنت نميل لكل ما شيء، كل شيء جميل. مثلا نجي راح المدرسه نشوف الازهار هذوك الصغار تاع الحشائش الصغار ممكن الانسان ما ينتبه لهمش. انا هذوك كانوا يشدوني، كانت تشدني. انت من مدينه الورود البليده؟ لا لا، انا اصلي من ولايه بسكره لكن اصلي في جدي لكن مقيمه في لوساندي. الله يبارك. بحكم نعم بحكم العمل تاع والدي مفتش تربيه. الله يبارك. اذا سافرنا في عده ولايات ما شاء الله. تمراني كوكتيل ولايات ما شاء الله. يعني ديتي من كل ولايه من كل ولايه ديت لمسه وبصمه الجمال من كل ولايه. من كل ولايه وزادت في شخصيتي حتى في شخصيتي من كل ولايه ديت ديت حاجه ما شاء الله. قلت لك كانوا امور هذو صغار كانوا يلفتوا الانتباه تاعي. لقيت كان والدي الله يذكره على خير كان قبل ما نزيد كان يشري قصص ويخبيهم يقول لهم كي يجوا ولادي يقراوا ما شاء الله. ايبا زدت انا وليت نقرا القصص هذوك وشغل نركز في الرسومات، نمشي مع الخيال تاع المطالعه ونركز في الرسومات هذوك في ادق التفاصيل تاعهم هنا. وبعد بشويه بديت نحكم القصص هذوك ونبدا نسيي نرسم. والدي دائما معايا ما شاء الله، دائما معايا. البنت تجي قريبه للوالد للوالد. هي معزه امي ايضا لكن والدي نقطه ضعف. ومن بعد هيك تطورت وليت في الانشطه في الابتدائي. ولينا نديروا نشاطات في الابتدائي في التعليم المتوسط ايضا نقراو ثاني في الرسم وفي الثانوي ايضا. وكل استاذ الله يبارك كيلقى عندي ميول في الرسم يزيد يشجعني ويركز معايا شويه. ومن بعد هيك تطورت وليت في دار شباب دار ثقافه وهي راحت لا. يعني طورتي الموهبه تاعك وسقلتيها اكثر وليت ثاني كنت نشارك في المعارض ثاني كنت وحدي نعرف الاخر تاعي الخطا تاعي وين هاني نزيد هذاك وخير مني انا نزيد نحس نطور من نفسي. حتى النقاد اللي جوني الله يبارك كانوا كنت نتقبل اي نقد وما نحبش. وكنا نخدم مثلا لوحه تشكيليه ما تعجبنيش نكرهها لانها ما كانش طموحي في هذه. كان طموحي اكثر من هذا. بحثي دائما على الافضل. افضل من هذا. انت فنانه تشكيليه في الاصل. في الاصل فنانه تشكيليه. وقتاش تغيرت هذه الموهبه وزادت تطورت اكثر ربما وصرتي تلامسي المجسمات واشكال اخرى كما رانا نشوفوا هذا التحف ان شاء الله. بالتدريج ولا كل حاجه اللي فيها فن تديني. حتى من جانب المكياج جانب التجميل ما شاء الله. هذو كامل حتى هذو كامل هذو كامل راحوا في الطريق مع ما شاء الله. مع مع الفن. شنو توفقي بين البيت وبين هذا الحرفه اللي عندك؟ والله يعني الحمد لله. البيت متوقع انه نتصور انه راه ورشه رجعتي يعني ورشه للبيت. ورشه فنيه. الله يبارك. يعني في الحقيقه انا كنت سكرتير ديركسيون في سوناكوم حبست العمل تاعي قبل الزواج ومن بعد هذيك ركزت اهتمامي كله في الاسره. ماذا بيا نربي ولادي نتزوج نربي ولادي نقوم على داري ما شاء الله. اهتمامي الفني هذاك واحد ما ينحيه لي عندي الليل ما شاء الله. كان الوحي يطيح عليا في الليل كنت نحب نرسم في الليل هذه دائما ومن بعد بشويه وليت نشارك في معارض جانب تربيتي لولادي مسؤوليتي لولادي حتى زوجي الحمد لله ربي يخليه لي ان شاء الله. حياتنا الزوج الكريم ربي يخليه لي. نقولوا دائما وراء كل رجل عظيم امراه دركا وراء كل امراه عظيمه رجل يرافقها ويساندها صح؟ صح صح. ضروري ان يكون فيه سند في حياه كل سيده تبع في بالاخص الزوج. قبل الزواج كان والدي امور الزواج ولا زوجي الحمد لله. حتى هو دخلته في الجانب الفني. حتى هو دخلته في الجانب الفني هو عنده حرفه الحداده. الله يبارك. عنده حرفه الحداده ولينا نستعملوا الحداده فنيا كما رانا نشوفوا هذا المجسم. يعني هذا النموذج شاركتوا فيه بين زوج. شاركنا فيه انا ما شاء الله. افكار وفينيسيون كل هذا النموذج هذا رائع. اذا هذا مشاركه في الزوج مشتركه فيه مع زوجها ما شاء الله. عندي اعمال واحده اخرى معاه
أنا نشوف كثير من الأعمال يعني حاضرة معنا هنا في البلاتو. نقدر نروح مع بعض سيدة فاطمة؟ نعم نعم. نستعرضوا أهم ربما ونذكر المشاهدين برقم التليفون يظهر أسفل الشاشة، يمكن تمنع التواصل معنا من خلاله. حبيت الورشة اليوم، شوفوا الإبداع اللي راه موجود في الورشة لنهار اليوم ما شاء الله. أنا حبيت هذه المجسمات شفتهم لطفي روعة. إبداع إبداع لا متناهي. شوفوا هذا لا والله حتى انتقاء الالوان والله ما شاء الله نحب كل حاجه نديرها ماذا بيا ما نعاودهاش ماذا بيا نصنع حاجه واحده اخرى. شوفي لي التفاصيل يعني تبان كانه خرجت من الوزين من المصنع. والله والله تبان انه خرجت من المصنع. الحمد لله. برافو سيدتي. وين تصبي راحتك اكثر في هذا مع هذا التحف المجسمات ولا مع اللوحات ولا في اثنين في اثنين وين يكون فن ثم نحس روحي في عالم اخر بعيد على المشاكل بعيد على الضغط بعيد على كل شيء. دايره ورشه في البيت؟ لا لا خدميها كوين يعني. ساعات في الكوزينه ساعات في الصالون ساعات في الشومبرتي كما قالوا في حبين. المهم انا كما نقول لهم ما عنديش كاين اللي يقول لك عندي اشكاليه ما عنديش من نخدمك. لا انسان اللي يخدم على خدعه كيفاش دير على خدعه يلقى والله يبارك الدنيا الوان ان شاء الله. حبيت هذه مش من ماده الدجاج؟ لا 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 هذه القرعه اللي القرعه الحمراء الكابويا كابويا قرع الكابويا ما شاء الله استعملت لها لاباتشيميك والتلوين يعني كلها مواد رسكلة إعادة رسكلة حاجات بسيطة ماهيش غالية ولا ما شاء الله. أي إنسان أنا نسيب كما نقولوا شعاري سهل الممتنع ما شاء الله ما شاء الله. برافو هذه تحطيها أشياء بسيطة أشياء بسيطة. هذه أيضا لا هذه هاي بطاطا الحليب كما كنت تشوفوا فيها إيه ولا باتشيميك العجينه الكيميائيه العجينه الكيميائيه. شوفوا لي هذه نقدمهم في اعياد الميلاد تاع الاطفال ولا ندير لهم الحلوه ونقدمهم كهدايا للاطفال ما شاء الله. والله برافو. واليوم واش حنشوفوا سيده فاطمه كهديه نقدموها او افكار لتقديم هدايا يعني لعيد الام؟ حبيت نجيب حاجه بسيطه للناس يقدروا يديروها ماهوش شرط الانسان يكون رسام ولا فنان. سهلت بأبسط الأمور. حنديروا طريقة الديكوباج. طريقة الديكوباج وش تعتمد؟ تعتمد على صور نقوموا بطباعتهم عند في سيبا ولا ونلصقهم لهنا ونعاودوا لهم الألوان كما هذه الهدية اللي درتها للشروق. شكرا حبيت هذه. شوفوا هذه لبرنامج صباح الشروق. هذه الصورة نلصقها لها ومن بعد نزيد لها الالوان نعاود اللون فوقها تخدمي فوق الصوره هكذا فوق الصوره كما المثال هذايا تاع سيبور هذا اللي عندنا هذا ايضا نفس الطريقه هذه يسمها طريقه الديكوباج. قلتي اي واحد يقدر يديرها انني نشوف فيها ابداع كبير لا لا صعيبه دوك تشوفيها سهله دوك تشوفيها سهله انسان بركي يحط راسه وشوفي الهديه اللي تكون باليد تكون دائما فيها حب والله غير تكون فيها حب وتكون صح مميزه صح على الانسان اللي يروح يشري حاجه صح صح كي تخدميها انت بيدك مالغري فيها اخطاء مالغري بصح حاجه مميزه وتوصل صح للقلب تاع الام صح صح تحس بسرعه يعني الانسان تعب فيها يعني من قلبه. واش من الشكل اللي اخترتيه حنديروه اليوم او الصوره يعني اللي اليوم خيرت صوره هذه. علاش خيرت صوره هذه؟ هي صوره جميله جدا ما شاء الله رومانسية أنثوية فيها ورود أنثوية حتى في الملامح ولا عندها تعابير إنسان الفنان هو اللي يحكم عليها. ثقة فيك رح نشوفوا جمالك إن شاء الله بإذن الله. نعم 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 واش نقوم بحل حاجة الأولى عندنا نشمخوا الحواف هادو بالماء ما نقطعوش الورقه مباشره نشمخيها كامل نشمخوها بالماء باش تبان حقيقيه في في الصحن ما تبانش ورقه كما قال لك استاذ لطفي كون دقه في العمل لازم دقه في العمل. شمختي غير الاطراف فقط هكذا ونوسيهم بيدي سيدة فاطمة كانت شاركت في اختتام فعاليات شهر التراث بمدينة الورود البوليدة
علي هذا كنت رحت سؤال إذا كانت من البوليدة. هذيك سقسيتها إذا كانت من البوليدة. إذا نخليهم سيدة. سيدة فاطمة أكيد كم الخطوة حيتبعوهم معنا المشاهدين لما يتابعوا فينا ومن بعد تشوفوا الشكل النهائي. إن شاء الله. من فن تشكيل إلى فن تمثيل. وجه من الوجوه التلفزيونية الجميلة جدا التي قدمت كثيرا للفن الجزائري بصوتها وبأدائها أيضا. كانت ضمن الفرقة وما زالت ضمن فرقة المسرح الإذاعية للإذاعة والتلفزيون الجزائري. أيضا شاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية من مسلسلات ودخلت قلوب الملايين من المشاهدين وين لقبوها بأم الجزائريين بفضل ربما الأدوار التي أدت من خلالها واجتهدت وأبدعت في تجسيد دور الأم الحنونة التي تعاطف معها كل الجزائريين من خلال الدراما الجزائرية. إذن رانا نحكي على بهي رشدي الفنانة الجميلة الراقية جدا، ندعو لها بالشفاء العاجل يا رب. نشوفوا من خلال هذا البورتري وهذه الورقة لنحاولوا أن نكرم هذه الشخصية الجميلة التي نعتز ونفتخر بتواجدها في الساحة الفنية الجزائرية. رب يطول في عمرها إن شاء الله يا رب. مرافقة وقراءة مميزة وإمضاء لزميلنا زكريا فريدي. نتابعوا مع بعض من بعده لن نرجع. تفضل. وش بيك يا راجل؟ وش كاين؟ كاين سامتو على راسي. أيقونة فنية راسخة في سماء الفن الجزائري برصيد فني ثري يمتد لأكثر من 5 عقود، قدمت خلالها أدوارا استثنائية تنوعت بين المسرح والتلفزيون والسينما، تاركة بصمة لا تمحى من ذاكرة الجزائري والعربي. بهية رشدي صاحبة 76 سنة، نشأت في أحضان عائلة عريقة، عشقت التمثيل فانضمت إلى المسرح الوطني الجزائري لتبدأ رحلتها المتميزة في عالم التمثيل. ما يلزمش تقعدي هكذا وحدك، لازم تجيبي خدامة تعاونك. شحال من وحدة راهي تحوس على مصيرفة. لا أخواتي نشوف خدامة ولا أنا راح نزوج ابني؟ أنا يجيب لي مرأة اللي تخدم عليا، فهمتي ولا؟ يا مع ولد زوجي وليدك باش تجيبي خدامة تخدم الدار وماليها. تألقت على خشبة المسرح منذ بدايتها، شاركت في العديد من المسرحيات الهامة. تميزت بهية على ركح المسرح بأدائها المتقن وتجسيدها للشخصيات بصدق وإحساس عميق، ما جعلها تحظى بتقدير كبير من جل النقاد والجمهور على حد سواء. واستنى حتى يهب الريح وإذا شاقي وعمرك مظلومة. لم تقتصر إبداعات بهية رشدي على المسرح بل امتدت لتشمل الشاشة الصغيرة أيضا، فشاركت في العديد من المسلسلات التلفزيونية الجزائرية أشهرها أسرار الماضي ومسلسل الحظير، لتدخل البيوت الجزائرية بأدوار الأم الحنونة والجدة الطيبة لتلقب بأم الممثلين. على بالك بابك حبي رحلنا رحنا بجهة واحد أخرى. ها بصح في بيت واحدة لا توصلوا قتلوا برطمة ولا مكان له. لم تغفل السيدة رشدي على السينما أيضا، فالعديد من الأفلام الجزائرية شاركت فيها على غرار الصابرة وفيلم امرأتان، لتتميز سينمائيا بقدرتها على نقل المشاعر والأحاسيس بكل صدق. تربي فيها بالعطش، تربي فيها بالجوع، هالمسكينة كانت تسمع صوتك برك تولي ترجف وطول الليل وهي تهترف. صاحبة جائزة أفضل ممثلة عربية بمهرجان تونس عام 2005 أبدعت ونصبت نفسها رمزا للفن الأصيل لتبقى أعمالها خالدة عند الأجيال. قطرة حليب ما تقات هكي جعانة بنتي؟ شوية. طب
ربي يشافيها ان شاء الله سيدة الشاشة الجزائرية وام التلفزيون والدراما الجزائرية. ان شاء الله تعاود تولي لنا معافاة ان شاء الله وبصحة وبخير ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ربي يطول في عمرها ويطول في عمر كل امهاتكم يا رب، ونترحموا على ارواح كل من غادرنا من احبة من أمهاتنا وموتانا وموتى المسلمين. أجمل وأحلى سلام لكل مشاهدينا أينما كانوا، نرحب بالجميع. نذكر أيضا برقم التليفون يمكن للكل التواصل والتفاعل معنا من خلاله، أيضا تطبيق الواتساب متاح للجميع. محطات ناصر متعودين عليها صح، والكل راه يتساءل يعني الافتتاحيه متعودين تفتتحوها بمطبخكم الصباحي. المطبخ اليوم غير كل ايام هذا الموسم لانه الشيف نديم غائب عنا، نوجه له تحيه، لكن راح تنوب عليه وجه جميل من الوجوه اللي تعودتوا عليها عبر قناه الشروق تي في، وبدايتها كانت من برنامج صباح الشروق. خريجه صباح الشروق بدرجه اولى وبامتياز، صارت نجمه صف اول في بيوت كل المشاهدين يحبوها كثير من العائلات من خلال إطلالتها الجميلة واسترسالها في الكلام ما شاء الله عليها، وأيضا وصفاتها التي لا تضاهيها وصفات أخرى ما شاء الله عليها، في كل مرة تعطي بصمة ولمسة جديدة. يعني تأخرت لأنه عائدة الأم تحبش توصل للبرنامج صباح الشروق. مشاهدينا ترافقوني لمطبخنا، راح نتعرفوا على الوصفات اللي جابتها لنا الشيف نادية لنهار اليوم. صباح الخير نادية. صباح الخير إيمان. أهلا وسهلا ليكي، وحشة في المطبخ. الله يسلمك. ولا غير ميمانة توحشكم. صامي في بليزير نشارككم. صباح وشاي الوالدة نتاعك. أتلجتم قلبي بالكلمات الرائعة. استاهل. إلا وليت لهنا نولي غير على جال الكلمات الرائعة. شكرا ربي يحفظكم. وشاي يماك. لاباس الحمد لله. كل عام ويا بألف خير بمناسبة عيد الأم. ربي يطول في عمرها إن شاء الله يا رب، ويطول في عمر كل أمهاتكم. آمين. جبتي لها هدية ولا جبتي لهاش؟ أجمل هدية أنها تشوف نجاحك. الله يسلمك. أوي صح. تكون فخورة بيك وفرحانة دائما. ناضت صباح قلت لها ماما عشان أنت قالت لي نتبعك. تحية كبيرة. هذه هي كما قلت أجمل هدايا اللي نقدمهم للوالدين. واش راح تقدمي للأمهات اليوم؟ حنديروا تومات فارسي على بروانسال. هندير تام غوج اخي، تعرفني نحب لي تام وتحبي الالوان صح. ديكوريت بلاصتي البارح. واو ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وحنديروا دي كريب اومونيغ، حنديرهم بلي فخويساك بزاف ملاح هاد لي كريب، ونديرهم بالزبيبه وقت الاختبارات والحفاظه، نديروا لهم الزبيب والجوز والاخر اومون نعاودوهم ياكلوا الذاكره ديالهم. هذه هي. حنديروا ان بيسكوي سالي على طوماط. اوكي باش نبداو. نبداو بلو بلا ديالنا. نسحقوا طماطم تكون شابه. هذا الطبق يندار بخومي جوغ تاع الصيف في العام، هو طبق فرنسي يندار في الأول يوم في الصيف، يخيروا الطماطم هذيك الشابة الكبيرة هذيك شابة وكبيرة تكون فغيمهم لحمة وحمراء، نتقبوها وتكون شادة روحها، ما تكونش شادة روحها مشي معناها أني حنطيبها معناتها نديرها. مازال عندك نفس في الطبق؟ مازال مازال ضيعتي كثير بال قلت لك كنا نتعلموا منك نادية. الله يسلمك. شكرا صافي بليزير. وهذه الصغيره واش راح ديري بها؟ شبه نديرها ديكوراتيف كي تكبر لك تقعد هكاك صغيره تجي بزاف تركز بزاف ناديه. شوفي على الديكور والاتيكيت في التقط ان شاء الله عليها. قلت لك نسحقوا لهنا لا طومات، نسحقوا كميه من اللحم، يقدروا يديروها بالدجاج، هي الوصفه الاصليه باللحم. ونسحق كميه مليحه تاع البصل، حندير اون صوص وندير لافارس. نسحقوا حبه فلفل الاحمر نديروها مع لاصوص باش تمدلنا الحلاوه. تنحينا لاسيديتي تاع الطماطم. هو الطبق الفرنسي هذا يندار بالطماطم، نقدروا نديروا بالفلفل نحشيو الفلفل اكيد، مي ما توليش طماطم تولي ظلمه، فلفل محشي تولي ظلمه. سي نقدروا نديروها بس كي تبدل برك نقدرنا نرافقوا ثاني معاه البصل. اوكي حنا هاد الحبه تاع الفلفل الحمراء علاش نديروها؟ باش الحلاوه تاع الفلفل تمتص لنا هذيك لاسيديتي تاع الطماطم، حموضه تاع الطماطم. فوالا هذا القلب تاع الطماطم اللي فرغتها كامل هنايا، نحيت منه زريعه وخديت غير القلب. اكزامبل هذا الطرف الابيض انا خليته باش نوري لهم برك هذا الطرف راني حنحيه ماشي حنخليه لانه ما راهش رايح يطيب لي. نسحق الزيت، نسحق كميه مليحه تاع المعدنوس، الثوم، فلفل الكحل، فلفل الكحل والملح. نسحق الثوم هكا اون شوميز يقعد هكا نرميه في المارق كبير باش نزين به اون ميم طون يطلق البنه. فوالا باغ كونطخ في الحاج ونسحق غير سنينه، نسحق اعشاب عطريه بس كما نقولوا طماطم محشيه على بروفانسال دوك زعيتره والرانت كامل لانه فيها صوص حمراء. دونك نسحقوا الاعشاب العطريه ولا لي زيرب دو بروفانس كوم هو طبق طماطم بروفانسال. دونك لازم يكون هذا هو المكون الاساسي في الطبق ديالنا. يندار في الصلصه وفي الحشو ويندار من الفوق. فوالا شنو حندير؟ حنخدم
لا فاخس ديالي اني حاطه الطرف خبز يتم مخلي على غير العاده. انا ما نديرش الروز وندير البيض ولا تلبيها بالخبز. بالخبز منها تزكيها منها يجي طري. هاد لاسيس اكتشفتها عندي عام وليت ما نبدلهاش. طرف اللحم في المتوم في البوراك في كلش. طرف خبز تمخو في الحليب تعصرو تخي تخي بيان وتزيدوا اللحم حتى ما تعرفش كاع واش راك تاكل. شكون ديك اللحم يجي فريمون طري. ندير البصل. كانوا زمان عباك واش يديروا باش يطريو اللحم؟ يديروا العظم تاع التمر. العظم يديروه في مع اللحم بكري ولا في وين كاين اللحم يرميو العظم. يديروه باش اللحم يطيب يجي طري. شغل شغل طبيعي احسن ما دير هذيك. صح. كاين اللي يديروا مغرف تاع اينوكس كاينه. بريفير العظم تاع التمر احسن كما قلت. دونك البصل راني حندير كميه هنايا وكميه في المارق. في الحشو وكميات مليحه في الاخر. قلت لك المورسو تاع الخبز نعجنهم مليح مع المعدنوس ملح فلفل كحل سنينه تاع الثوم. إيه؟ نعجنهم ومن بعد واش ندير؟ ناخذ كميه تاع الرز خفيفه هكا من با ملعقه. إيه؟ نديرها لهنا في لوفون تاع الحبه تاع الطماطم. على ومن بعد باش يشرب لنا الماء. الطماطم هي طيب وتطلق الماء. طيب وتطلق الماء هذاك الرز شو يدير يشرب هذاك الماء باش الحبه تاع الطماطم ما تطيح لناش تقعد هي فكرة. ومنها هذاك الرز يطيب بالماء هذاك الماء تاع الطماطم. ومن بعد باش ندير الحشو لهنايا. والحشو كيفاش حنديرو؟ ندير طبقه تاع اللحم طبقه تاع جبن بعد طبقه تاع اللحم وبعد باش نزيد الجبن. درتو يتكونجلاش باش يشد روحو يجي شباب غابي. ومن بعد نديرها طيب لا لو فون لا باس تاعنا واش حتكون؟ حتكون هاد الطماطم البصل وهاد الحبه تاع الفلفل. ندير لهم ملح فلفل كحل نرمي فيهم شويه تاع الرز. هادو يدخلوا الفور. فوالا نحط فوقهم الحبيبه تاع الطماطم ونديرهم في الفور. الله الله شاهدناكم بالجنه مشاهدينا. بداو الاتصالات. عندنا اول مكالمه نقولوا الو صباح الخير. الو سلام صباح الخير. وعليكم السلام اهلا وسهلا. نسلمك معكم ام تسنيم من تقرد. يا الف اهلا وسهلا بكم وكل ناسنا وحبابنا من تقرد. وش راكم؟ الله يسلمك مرحبا بكم ربي يحفظكم ان شاء الله. شفتي شكون جبنا لكم اليوم؟ شاف ناديا. جبنا الشاف ناديا المحبوبه الجماهير. شفتي شفتي صباحك بالخير. مرحبا بك معنا في برنامج الصباحي انا ايمان وشاف ناديا. مرحبا بكم كل مرحبا. نقول لكم كل عام وانت بخير. الله يسلمك. الله يسلمك. عيد سعيد ليك. يتربى ولادك في عزك ان شاء الله يا رب. ان شاء الله امين يا ربي. شحال في عمرهم ولادك؟ عندكم ان شاء الله. شحال في عمرهم ولادك؟ عندي سنين 10 سنين. ايه عندي رؤية 2 سنين وعندي لؤي 5 سنين. ما شاء الله. تبعتينا من اللي بدينا صباح؟ نعم. تبعتينا من اللي بدينا اليوم؟ اي تبعتكم. حكينا على الهدايا والحاجة اللي تحبها الأم كي يهديوها لها ابنائها. أنت يا بالنسبة ليك بداو يهديو لك هدية ولا مازال ما يعرفوش؟ بداو يهدوا لي ويديروا لي ساعات سوفونير هما والوالد نتاعهم. يعني بداو يفيقوا يسمى يديروا لنا سوفونير. ما شاء الله ما شاء الله. ربي يخليكم ملمومين ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا ربي. والمطبخ تاعنا حبيتيه مع الشيف ناديه؟ شفتي الطبق اللي راح تحضره؟ الله يبارك. الشيف ناديه طبقها كل روعه شفتيها؟ يعني بسيطه وتعجبني الاطباق تاعهم. وتجربوا الاطباق اللي تديرهم؟ نجربهم. وشحال مره نحب نتصل بها في قالوا الشيف ما نحكمهاش او ما نحبش. هاي جاتك الفرصه اليوم. ها انا اللي حبي مع الشيف لاني نحب الطبخ ياسر. ديك المره نهار اللي استضفت الشيف سارة زين انا اللي اتصلت بكم. انت اللي كنت كلمتينا محظوظين بك اليوم. هذا ثاني اتصال. اليوم انا مؤسسه نادي هذا من حظي. شفتي يعني كل ما يجينا ضيف يجينا هي ماشي ضيفه هي مولات الدار. كل ما يجينا وجه جديد تتصلي فينا. صح من حظي هذا. هكذا نبداو نغيروا دائما باش تتصلي بينا دائما. هاي معك شاف نادي كش ما تحبي توصلي لها؟ صح والله نقول لها نشكر كل الاطباق وبارك الله فيك ربي يحفظ لك الوالده تاعك وراكي تفيدينا بالاطباق تاعهم ورانا نتبعوك وربي يحفظكم ان شاء الله. شكرا يحفظ لك وليداتك ان شاء الله. ان شاء الله يسلمك وسلامي للشيف السيده شيف ايمان اللي معاك. شيف ايمان راهي شيف ايمان حتى ايمان شاف في الكارانتيكا. شيف ايمان في الكارانتيكا. لا عليك ربي يحفظكم سلمك سلمك مرحبا بكم ونتابعك الشيك على الاتصال. كاش ما توصينا ام تسنيم؟ والله نوصيكم كل بدا بيا يعني الافكار يعني تاع الاطفال من دوك فتره الصيف بدا بينا يعني حوايج يعني كيفاش نستغلوا الوقت الصيف هذا نساعد مع الاطفال يعني يخرجوا عطله. صح رانا مبرمجين ان شاء الله يا رب راح يكون برنامج خاص خلال هذا الموسم ان شاء الله نرافقوا من خلاله ابنائنا وابنائكم. وان شاء الله وبنتي ان شاء الله سنات تهز محد ايام ان شاء الله ربي كل التوفيق ربي ينجحها ان شاء الله يا رب ربي ينجحها ان شاء الله.
شكرا على اتصالك، تحياتنا لك ولكل ناس نحببنا من تنقرت وكل من كل ربوع الوطن بالاخص الجنوب الجزائري الكبير. اجمل تحيه ايضا لكل الجاليه المتواجده في المهجر لانه اليوم عندهم ويكاند اليوم الاحد، اكيد راهم يتابعوا فينا كثيرا. نقول لكل امهاتنا المتواجدين خارج البلد كل عام وانتم بالف الف خير ان شاء الله يا رب. ونكملوا مع الشيف ناديه في استعراض مطبخنا الصباحي. ورانا لاحقين دوك نخدم لافارس، نحشي لي طوماط تاعي، نوجد لهم المارق. الحاجه المليحه ماشي المارق تقليه والاخر توجدوا كيما راني درت هنايا. الطماطم درت لها الثوم، الفلفل الكحل، الاعشاب، درت لها الزيت، زيد لها البصل نفرشها مع هذا الفلفل في البلا تاع الفوق، نحشي طماطم ونحطها هكذا كيما راهي مغمس وناكل. ايه شفتها جاي حسيتها شحال حميد والله جاي ما شاء الله. فوالا وطبق الطاطين شرحي لهم كيفاش راح تكون حنديروا لك كريب يكونوا فيهم التفاح الجوز الزبيب. بون الحشو يقدر ينقص يزيد هذا الحشو. ايه فوالا. والعجينه نفسها تاع لك كريب، العجينه نفسها حيكون فيها ثلاثة حبات بيض، 125 غرام تاع الفارينه، و300 غرام حليب، عندي لهنا 50 غرام زبده. انا كوم حنديرهم سكري ندير لهم زبده ولا مارغارين، كي نديرهم صالين ندير لهم الزيت باش يجوا خفاف شويه. يعني الزيت يخففهم بارابور المارغارين. عندنا قصه الملح وملعقه تاع السكر. الحشوه اللي حنطيبو في زبده، نطيبها التفاح زبده وقرفه. كي يدبل لي الحشو ديالي نزيد عليه الزبيب، المشمش نكون قطعته قطع صغيره، عندي لهنا زبيب بانواعه، شويه كيوي مشمش شمخته في جيني طريف كي ناكل من ديك الحبه تاع الزبيب ناشفه. نقليهم كامل بعد ما يطيب التفاح، نجوزهم في ديك شويه زبده وقرفه، نزيد عليهم الجوز واللوز اللي كنت رحيتهم، ومن بعد نحشي لي كريب. وهذا النعناع، هذا حبق للتزيين. الحبق 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 الله الله، هذا سرقته من الحبق من البالكون تاع ماما. ما شاء الله روعه. احنا لازم يكون عندنا الحبق النعناع في البالكون، لازم موالفنا. ناديه ما شاء الله عليها كيما قلت لكم تهتم بكل التفاصيل. نخليك تحضري هذا الاطباق اكيد مخرجنا يوسف راح يرافقك ويرافقنا حتى احنا كفريق عمل ببلاطو صباح الشروق باش نستعرضوا مع بعض باقي الفقرات. ايمان وين راح نروحوا الان؟ على فاصل لطفي نقولوا فقط المشاهدين بقوا معنا، مازال يسمع صرخه الحياه. صح، والوحده اللي تمسك الطفل يعني بمجرد ولوجه لهذا العالم وتمسح دمعه الحياة. الام لما دمعه الفرح الام. صح صح، اذا هي القابله. هناك مهن اللي كما قلت توطد العلاقه بين الام وابنها. صح، كما طبيبه النساء وكما القابله. ونسعد كثير انه حاضره معنا اليوم القابله السيده امينه عزوز اللي نرحبوا بحضورها ونقول لها كل عام وانت بالف خير. كل عام وانت بخير. صباح الخير، صباح النور والسرور على عليكم وعلى كل المشاهدين. لي عظيم شرف في تواجدي معكم في هذا. الله يبارك فيكم ان شاء الله في هذا اليوم العظيم، وهو يوم المعجزه المتجسده على يعني في دنيانا، وهي معجزه الامومه. صحيح، ربي يخلي لك وليداتك ان شاء الله. انت ام لاربعه اطفال. ام لاربعه اطفال ان شاء الله. ربي يبارك فيك. هل اعمارهم؟ من 16 سنه حتى لخمس سنوات. الله يبارك، يبارك فيك ان شاء الله. امين يا رب العالمين. مثل هذا اليوم متعودين انهم يقدموا لك هدايا، باش كيفاش يحتفلوا بك؟ وليداتي بسلامتهم ما شاء الله يفضلوا الكتابه والرسم. يعني الوالد نتاعهم يفتح لهم مجال باش يشروا الهدايا وكاع، بصح هما اكبر هديه يشوفوا انهم يعبروا على الشعور نتاعهم اتجاه الام، لانهم بكل صراحه يحسوا شويه بالنقص نتاع الوجود نتاعي انا معاهم بحكم العمل والمباتة في ليغارد والخدمه اللي راكم عارفين. لا صح تبات في لاغارد ربي يقدرك. امين يا رب. كما قالت السيده فاطمه قالت لك ما كاش احسن من حاجه نصنعوها باليد وفيها حب نوصلوه للشخص اللي نهديو له الهديه. وما كاش اعظم من الام اللي نقدروا نعبروا لها عن محبتنا من خلال الهديه. وانت يا ساهمتي في زرع البسمه في قلوب ونفوس العديد من الامهات. لو كان نقول لك شحال من ام يعني شاركتي في عمليه الولادة. لا تعد ولا تحصى. رقم تقديري ما تقدريش هكا حتى كون نجي قد ما نقول لك تتعدى الالاف ما شاء الله. يعني حسب مسيرة فوق 20 عام. الله يبارك. ماشي قليلة يعني. أكيد ربما تتذكري أول ولادة لك، أول طفل جا بين يديك. أول طفل جا بين يدي كان تاع وحدة عندها ستيريليتي دو 10 سنوات. 10 سنوات ما لم تنجب. وانا كانت البدايه تاع السنه الثانيه لي قباله في الدراسه،
وكانت هو نورمالمون هذيك لا فام كانت بروغرامي بوغ سيزاريان باش تولد ولاده قيصريه لان الحمل جاء بعد تاخر انجاب تاع 10 سنوات. هذه ضروره نورمالمون القيصريه. هي كوم ما عرفتش وغاتبها المخاض جاتنا ديلاتاسيون افونسي وفي وهران سيرفيس شارجي وكاع من الله غالب لازم نديروا لقينا لا تيت هنا الراس هنا دونك لازم نديروا لاكوشمون. عبالك بين الخوف والفرحه وانت عاد ستاجيير والناس تجري على بالك لا ساشفام روحي ديري لاكوشمون هي واقفه لي على راسي ديري لاكوشمون هي تعاون فيا وانا ندير في لاكوشمون. تخيلي وداك الخوف تاع 10 سنين وهنا وهذه اول مره عليك ماشي ساهله وبعد ينجح لاكوشمون وينجح لو بيبي عمري ما ننساها هذيك عمري ما ننساها. شحال في عمره درك راه شاب هذاك الولد هذا العام يكون عنده واحد 23 أو 24 الله يبارك الله يبارك. يعني كانت خاصة جدا أول ولادة لي أول ولادة عمري ما ننساها هذيك تاع حبك ماشي سهلة 10 سنين تأخر إنجاب بعد جيبيني وتي ستاجيير عبالك ديري في بالك ديري في بالك كلش توقعي كلش صح. هذيك الفرحة نتاع كي تجبدي ويعيط يزق شوفي 9 شهور وفكرش أمه ما تشوفهاش قبلك صح 9 شهور وهي تحس بالحركة انت اللي تشوفيه الأولى وتشوف ليكوغرافي وتشوف بصح كي تجي انت فلاكلي تجي تدير لاكوشمون وتشوفي وتسمعي العياط الاول انت الاولى وتغياني مي انت الاولى وتلبسي انت الاولى ديجا ان غون وانت المراه العاكسه تبقى تشوف فيك انت رده فعلك كي تشوفي الجنين صح. وهذيك الام على بالك دائما تشوف الحوامل كاع على بالك شغل وحده مسكينه غارقه وتحوس على حبل النجاة. شكون ذاك الحبل النجاة؟ هي الاولى هي لا ساج فام. الحمد لله مع تحياتي وتقديري للزملاء لكل القابلات كل كوادر الصحه بدون استثناء بصح الام دائما متشبته بالقابله هي الاولى ودائما تشوفها بلي هي اللي هي اللي يعني ملجا النجاه نتاعها هي مصدر الفرحه نتاعها ماشي المراه فقط العائله كامله صح. بالزوج بالوالدين بالمحيط نتاعها على بالك فرحه قد ما نوصف لكم ما فرحة كبيرة صح. تبقى ديك الفرحة ذكرتي كلمة الأمل ومليح أنه دائما كل امرأة أو كل امرأة خاصة اللي تبحث عن حلم الأمومة والإنجاب تخلي دائما الأمل موجود. احنا عندنا فقرة الآن اللي هي جرعة أمل نقدمها لكامل الأمهات. صحيح نحتفي اليوم بالأم. لطفي قبل في البداية قال كلمة جميلة الأم ليس فقط من أنجبت وإنما أيضا من ربت. لكن حلم الأمومة يبقى حلم غالي جدا صح. ونساء كثر يحلمنا بهذا الإنجاب يحرم أي امرأة إن شاء الله يا من الإنجاب. احنا نقول أنه اليوم العلم تطور في حتى الحقن المجهرية وأطفال الأنابيب اللي تبقى جرعة أمل لكل النساء اللي رام يتابعوا فينا. نروح نشوفوا هذا التقرير بإمضاء مميز لعيسى سماش. معكم دكتور زهرة محيوت طبيبة نساء وتوليد مختصة في تقنية المساعدة على الإنجاب. وبمناسبة عيد الأم حبيت نجهز لكم هذا المساج تاع الأمل بأنه دوك العلم تقدم والكامل النساء اللي عندهم تأخر تاع الإنجاب واللي راهم متمنين يعرفوا إحساس الأمومة. كاين بزاف حلول كاين خطوات اللي رانا ناخذوهم تحاليل وتقنيات اللي رانا نديرو فيهم باش نسمحوا لكم ان شاء الله تعرفوا كامل هذا احساس الامومه. كما انه الامومه ماشي غير الام البيولوجيه اللي ولدت الام تقدر تكون الخاله او العمه اللي تتهلا فينا وتكبرنا تقدر تكون صديقه الام اللي نروحوا لها كل مره عندنا مشكل. عيد سعيد لكامل النساء وخاصه الامي الغاليه. إذن كانت هذه جرعة أمل كما قلنا لكل أم تبحث عن حلم الأمومة. كانت قبل قليل استشهدت الأستاذة الحاضرة معنا بمثال كان جميل لأول ولادة لك اللي كانت بعد 10 سنوات. إذن ربما نخلي لك تقدمي رسالة لكل أمهات لما يتبعوا فينا. ما عندكش فضول تشوفي واش كاين هنا في الكيس واش هذا الكيس لو في يدي ها؟ نشوفوا الهدايا عيد الام. احنا ما نشوفوش هذه هديه للامهات اللي حاضرين معنا اليوم للامهات اللي جاونا اليوم. ايفوغيا منتوجه ايفوغيا تشكيله من العطور تفضلي لتبقى هديه لكل الامهات اللي حاضرين معنا كما قلنا من ايفوغيا وتستحق ايضا كل ام حاضره معنا. ورده ما كاش اجمل من الورود تفضلي ونهنيك. هديه من قناه الشروق وانت بألف الله يبارك فيك ألف خير وربي يفرحك إن شاء الله وولادك وتشوفيهم ناجحين في أعلى المراتب. وهذا من إيفوريا هي مجموعة من العطور نهديها لك وهذا لك برنامج صباح الشروق وقناة الشروق. هو ممولنا في هذا الصباح قدم هدية إلى كل الأمهات اللي راح يكونوا حاضرات اللواتي سيكون حاضرات معنا في بلاتو صباح الشروق.
إذن ربما خلوا لها كلمة فقط سيدة أمينة عزوز أنك تهني الأمهات. شكرا جزيلا على الإيفوريا وشكرا جزيلا الطاقم الطاقمكم ويعني نعاود للشرف يعني أني متواجدة بيناتكم. هدية الأمهات يعني كل أم تستاهل وتستحق يعني التقدير والامتنان، ولأن وظيفة ولا دور الأمومة هو سهل. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. دونك الإعداد لازم يكون بالتشجيع، لازم يكون بالتحفيز، لازم يكون بالمساعدة، لازم يكون بكل ما هو دعم نفسي ودعم معنوي. الدعم المعنوي اللي هو لا يعني ما نقدروش نقوله غير ماديا، ولا مع الدعم المعنوي الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة، الامتنان، باسكو الأمومة على بالكم راها حمل وتربية ورضاعة ومن بعد تحمل المسؤولية على القراية وكاع. دونك على كلمة شكرا أي راهي حاجة كبيرة في حقها. احنا نتأسفوا على كل كنا ذكرنا في بداية الحلقة أنه للأسف فيه بعض الناس اللي يديوا أمهاتهم لدور العجزاء. كنت ذكرتي أنه تذرف الأم دمعة فرحة أول ما يزيد المولود نتاعها، وللأسف تلك الأم تذرف دموع حزن وأسى لما يتخلى عنها ابنها في حالة ضعف. صح أستاذ، المرأة في وقت الولادة عبارك أول حاجة اللي تسقسي عليها تقول لك وليدي كيراه، البيبي كيراه، ما تقولكش أنا كيراني ولا راني مليحة ولا تسقسي على ولدها. أول حاجة تقول لك وليدي والبيبي كيراه، عبارك هادي عبارك كون تشوف المرأة في ذاك الوضع وما تباليش بروحها، ما على بالهاش بروحها، اهتمامها الأول هو الطفل هذاك، عبارك هذا ديجا هذا شيء عظيم. صح. دونك كيفاش ذاك الولد ولا ذيك البنت من بعد كي تكون الأم في حالة القوة أي رفداتك أنت في حالة الضعف، تحكيت واللي هي في حالة الكبر تولي في حالة الضعف، كيفاش يخول لك عقلك ولا كيفاش يسمح لك ضميرك أنك ترميها ولا تقصر في حقها في وقت اللي هي محتاجة لك. دونك نصيحتي الأم جنة. صح. اللي يحب جنته هي الأم تاعه، يحسن الأم. صح. يحسن الأم ونعيونا نحكيه كل شيء وكاين في الدين تاعنا. صح. وربي إن شاء الله هي الجنة تحت أقدام الأمهات، تحت أقدام الأمهات، ربي يثبت الجميع. ونصيحتي أمهاتكم أمهاتكم أمهاتكم، لأن اللي ما جربش هي صح الأم الأم مش هي غلي ولدت، بس صح الإحساس نتاع الولادة والألم نتاع الولادة يعني باش تحسي فريمون بالأم والشقاء نتاعها والتعب ولا سوفرانس اللي شافتها في الولاده جربيها كي تولدي. دونك كاين بزاف اللي تقول لك غير انت اللي ولدتي وغير بالولاده تعرف قيمه الالم هذاك، رغم انه ذاك الالم انجب فرحه. صح. يعني الام قد ما نهضروا ما غاديش نكفيوها حقها. اكيد انه كثير من الامهات ذكرهم يتابعوا فينا، واللي كنت كان عندك فضل من الله عز وجل ثم ياتي الفضل للقابله في ولاده مولودها، اكيد راهم يشوفوا فيك الان وفرحانين. الامهات هذو اللي ساهمتي في الولاده نتاعهم فيه علاقه ولا خلاص اول ما تنجب خلاص؟ الحمد لله انا العلاقه نتاعي بالامهات كي تجي ديجا تدخل في لو سويفي دو غروسيس تدخل عندي راهي صاحبتي حتى نهار الولاده بعد الولاده. درك كاين اللي ما شاء الله كاين اللي راهم هما جو اللي زادت عندي جادت دير سويفي دو غروسيس عندي. يعني جبتها من كرش امها وكبرت وتزوجت وجاتني حامل. ما شاء الله. وكاين دي جون وليدات مساكين اللي كبروا جامعيين دروك راهم كاين اللي تخرجوا ما شاء الله يجوا زوروني يماتهم بعد يعرفوني وراني نخدم ولا يجيبوا لي وليدات نقول لي هاوليك ولدك صافي بليزير انا قاعد فرحه ثاني من جديد. وداك الولد ولا ديك البنت تجي حنا نقول جداتي هي حنا انت حنا وانت اللي قطعتي لي يعني قطعتي لي السره انت اللي قطعتي لي وكذا قبلك فرحه واحده اخرى. ويجوا ثاني هما مساكين بهدايا مهم يجوا يعني بواحد المحبه والحمد لله ان شاء الله مهنه هايله تدي اجر الدنيا واجر الاخره في دعاوي الخير فيها اجر عظيم. صح. لازمها غير صبر. صح. لازمها اجتهاد وصبر. ورساله القابله اسمى يعني من انها تولد ولا تتابع حمل ولا القابله راها من المجتمع والى المجتمع. دركا وكنشوفوا المجتمع كامل من كل عائله تلقى كاينه قابله. صح. ولا زوج. دونك احنا رغم ان كاين يعني بعض الضغوطات وكاين بعض الحزازات وكاين بصح
تبقى توجور مهنة إنسانية، مهنة نبيلة، مهنة يعني تخلي توجور تواصل بالأم والقابلة والعائلة. ونتمنى إن شاء الله كل الزميلات يعني نكونوا أنا والزميلات نكونوا في المستوى باش نقدموا الأفضل إن شاء الله للأمهات. وتحياتي لكل الأمهات، الأمهات الحضور والأمهات اللي راهم خلف الشاشة يتابعوا فينا. مع محبتي وسلامي واحترامي لكم. شكرا شكرا جزيلا لك سيدتي، كل عام وانت بألف خير. إذن مشاهدينا رايحين، قولوا لي زملاء من جسدها ومن بعد من فؤادها، أنا لا أكون لولاها، والله إن والله إني والله لا أنعم بالحياة بلاها، أنا سر وجودي كيانها، وتوفيقي يكون بدعائها، هي هبة من الرحمن وتحت قدميها الجنان. أمي أمي يا هبة، أمي يا أمي يا سعد، أمي يا سعد، أمي يا بسمة ثغري ويا فرحة عيني، يا باقة زهري ويا قصيدة شعري. آه يا أمي، آه يا أمي، كم عانيتي، كم تعبتي، كم شقيتي، وكم تعبت، وكم تعبتي، وكم تعبتي، لا أعلم كيف أوافيك وبأي عبارات أهاديك، أطلب رضاك دوما، سامحيني يا نبع الحنان، فأنا عاجزة عن الكلام. ما شاء الله عليكم انكم قدرتوا تتحكموا في المباشر، على بالي ان المباشر نساولي المباشر نحاولي استراز، لكن برافو عليكم، رسالتكم وصلت ومشاعركم وصلت. بوجرا داريم مرحبا بك، مرحبا بك، نورتينا. ونرحبوا ايضا بشوشي ريتاج، على سلامتكم معنا. مرحبا. صباح النور. شكون اللي كتب هذه الابيات؟ يعني تعاوننا في البيت بمساعدة الأم. ما شاء الله، ربي يخليكم إن شاء الله. وش مسألة تقراو بنجوج؟ أنا صباح الخير أولا، أنا بجداريم أدرس سنة تالتة متوسط في متوسطة الشهيد هواء الطاهر، انتقلتي لسنة رابعة متوسط لجعل هذا العام الجيبية. إن شاء الله إن شاء الله. صباح الخير، أنا سنة نقرا سنة أولى متوسط وانتقلت لسنة ثانية متوسط. الله يبارك. قالوا لي بلي متفوقين، الله يبارك، متفوقات، الله يبارك. ريم انت الثالثة على مستوى المتوسط، خلي الميكروفون، خلي الميكروفون، الثالثة على مستوى المتوسط. الله يبارك، عطي الميكروفون ديالك ريم. فوالا. وانت يا ريم أنا يا الأولى على مستوى المتوسطة. ما شاء الله. شحال المعدل ديالك؟ 19.36. ما شاء الله. متعودة تمدي هدية الأم تاعك في عيد الأم؟ إيه. خممتي في الهدية ولا مازال؟ مازال ما خممتش فيها. بالك أجمل هدية هذه الأبيات اللي مديتيها من خلال برنامج صباح الشروق، نهديوها لكل الأمهات اللي يتابعوا برنامجنا الصباحي صباح الشروق. وش يعني لك عيد الأم؟ يعني بالنسبة لي بلي أمي تعبت وعيات وجميع الأمهات عياوة، في الأخير حبيت نعطي لهم أنها هدية لائقة بهم، تليق بهم. صفي أن الشعر أحسن هدية. نعم. أعطي زميلتك الميكروفون، قولي لنا تياريم شنو تشوفي أحسن هدية تقدري تقدميها لوالدتك؟ ما نقدرش نقول لك احسن هديه للامهات، باسكو هما اللي تعبوا، هما اللي تعبوا باش يربوا باش يخرجوا اجيال للمستقبل، يعني حتى دوكا مازالهم يتعبوا باش يخرجوا. ما نقدرش يعني هذه هديه بسيطه نقدر نقدمها لهم باش يفرحوا، يعني باش يعرفوا بلي حنا مازلنا متفكرينهم. ونظن انه الوالدات ديالكم فخورات جدا بكم وبنجاحكم ما شاء الله. قولوا لنا كلمه للوالدات قبل ما نتفارقوا. بمناسبة عيد الأمهات أتقدم بتحية لجميع الأمهات اللواتي تعبنا ويتعبنا حاليا في تربية أجيال المستقبل. عيد سعيد لكل الأمهات وخصوصا أمي. ريتاج أهني كل أمهات بمناسبة عيد الأم، خاصة أمي بسبب تعبهم وتضحيتهم منذ الصغر. ربي يحفظ لك الأسرة. نحيي كل الأساتذة أيضا والمعلمين والمربيين، بالأخص مربيين في الروضات، المربية في الروضة بين التعليم والأمومة. نروح نشوف مع بعض هذه الورقة لزميلتنا زهية الزوق، من بعده لنا راجع. تفضل. أصدقائي
الأطفال زينة الحياة، وبهم تكتمل فرحة الأبوين وسعادتهما، وتعد العناية بهم والحرص عليهم مطلبا ضروريا. وعلى حسب الظروف المعيشية للأبوين يجد نفسهما مجبوران على إلحاق أبنائهما إلى الروضة. As you see, this is a preschool section. I'm educator and teacher of English. Alors, مربيه ملي كنت صغيره وانا نحب لي زونفون. Je suis tendre مع لي زونفون، نحب هذيك البراءه ديالهم. سي بور سا جي ديسيدي، قلت مشواري راح يكون في كمربيه. الاحساس ما نقدرش نعبره لك بكلمه واحده، يعني سي فريمون نعبره لك بالفرنسي باللونجلي بالعربيه وما يكفيش. دونك سي احساس عادي، باسكو المربيه هي خليه اساسيه كيما الام. دونك سي جو ان رول تاع لا مامون. حنا كمربيات سي 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 ان اكزومبل بور 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 لي زونفون. دونك احساس ما يتعبرش، سي فريمون افيك فيرتي كو جو في هاد. بهذه الطريقة يتم استقبال المربيات للأطفال قبل دخولهم القسم بالطريقة التي يحبها ويريدها الطفل. دور المربية، أولا قلت لك، كنت ديجا قلت لكم باللي المربية هي خلية أساسية اللي تلعب دور الأم. احنا هنا في الروضة ديالنا نلعب دور الأم. دونك لونفان اكيتي سا ميزون، جا المنزل واحد اخر باش يلقى الحنان، يلقى العاطفة. لازم ديجا المربية لازم تكون عندها مؤهلات باش تكون مربية. دونك الدور الي ديفيسيل، يبان كتيتخ مربية ساهل، ولكن انا نشوف اصعب حاجة ديريها انو تكوني مربية في روضة. باسكو لازم لونفون عنده البصري قبل السمعي. دونك يشوفك غدوة كيفاش تهضري، كيفاش تعامليه بحنان. هما ديجا يحبوا لي بيزو لي كانا، دونك يحبوا هذيك لا توندريس. دونك سي سا سي الدور ديالنا، سي نكونوا ام ثانيه للطفل في الروضه. طرق كثيرة حببت الأطفال القدوم إلى الروضة للتعلم بفضل المربيات التي تستعمل تقنيات تجعلهم يتجاوبون أكثر في التعلم. ما نشوفش فرق كبير، لأنه هي أم بيولوجية وإحنا أم تربوية. إحنا أم تربوية، جينا هنا يشوفوناكم دي دوزيام مامون اللي هيك خلا ياكيتي سا ميزون، خلا هذاك الجو العائلي. هنا نسيو نوفروا هذاك الجو. دونك الفرق هي أم بيولوجية وأنا أم تربوية. كاين بزاف حاجات يفرحوني في الاطفال، ديجا لي بيزو ديالهم لي كانا هادوك ديجا سا مو رون ترو اوروز اون دو نيجاتيف كاع تروح لي. دوزيامون كي يقول لك جو تام، كي يقول لك اي لوف يو، كي تسمعي باللي لونفون هضر لي بارون ميس قراتنا مليح، ميس هكذا، ميس قالت لي ما ديرش هادي، ميس سي سان بليزير. هذه هي الفرحه اللي فريمون كي ندير اون لوسون نصيبهم فريمون تفاعلوا معايا، هذه حاجه تفرحني منهم. كل حاجة يديرها نونفان تفرح. كل أم عيد سعيد، هابي مادر دايز. إن شاء الله يا ربي اللي يكون محروم من الدرية ربي يرزقه. الوصول إلى قلب الطفل أهم من الوصول إلى عقله، وما أحوج أبنائنا بهذه المعاملة والحنية. ويبقى الأمر رهن الوالدين في اختيار المكان الأنسب لطفلهما. تحية لكل مربيات الروضات، تحية لكل الأمهات اللواتي شهدنا من أجل تربية الأبناء وإعداد النشأ الصالح. الأم التي تربي داخل البيوت المنازل مهمة نبيلة تقوم بها، وربما راح تزيد المسؤولية لما تجتهد خارج البيت وخارج المنزل وتقدر توفق بين الوظيفتين والعملين. ستتضاعف الجهود. وربما كثير من السيدات اللي عندهم الحظ اللواتي يدخلن بيوت الملايين من المشاهدين بفضل قناة الشروق تي في، وبفضل إعدادهم لبرامج كثيرة يفيدنا من خلالها أنفسهن، ويفيدنا أيضا الماكثات في البيوت. نحكي على الشيفان المتميزين في برنامج ألو شيف، اللي عندهم لمسة مميزة وقدروا من خلالها أن يساهموا في تعليم الكثير من السيدات الأوانس والأمهات داخل البيوت في إعداد الكثير من الأطباق. من خلال شاشة شروق، وخاصة برنامج ألو شيف، على بالنا بلي تحبوهم بزاف وتتبعوهم بزاف، ومن بينهم شيف اللي قدرت تدخل قلوبكم وقدرت تدخل بيوتكم وقدرت تثبت وجودها ومكانتها في برنامج ألو شيف في وقت واجب
عزيز جدا. وكما قال لطفية هي أم أيضا صح. هي شاف وهي أم وقدرت الحمد لله أنها توفق بين العملين وقدرت أنها تكون أم لأطفال ناجحين ونحب الأطباق نتاعها أنا يا. شوفي أنا نحب أطباقها وشوفوا لي هذا السني ولي جبالي شوفوا لي ما نيش قادر سمبوسة هذيك ماشي اللطفية سمبوسة هذيك سمبوسة وكان هادو خبيزات الله الله رحبي رحبي بأم فارس رحبي بأم فارس حضرة معنا في البرنامج رحبي رحبي بأم فارس رحبي رحبي بسم الله أم فارس على بسم الله بسم الله مرحبا بك مرحبا بك شكرا راكي في دارك اكيد واش راكم كل عام وانتم بخير شوفي لي يا ايمان شوفي لي هذه السمبوسه بسم الله بسم الله بسم الله لطفيها بالصحه والعافيه صحتك صحتك يعطيك الصحه ام فارس انك جيتينا بهذه التشكيله الجميله من المملحات والمزينه هكا يعطيك الصحه اللي جيتينا ماشي يعطيك الصحه اللي جيتينا انت يا صحة اللي جبتين هذا المبلغ شوفي فرحنا انه جا الشخص اللي جبنا معاه شكرا جزيلا لك شكرا لكم كذلك كما يقولوا فرحانة اللي معكم اليوم احنا اسعد انك تكوني حاضرة معنا في مثل هذا اليوم حبينا انك تكوني حاضرة معنا كما قلت خاصة وانك ام والعمل في التلفزيون العمل صعب جدا موش سهل انك تقدري توفقي بين تربية ابناء وبين عمل في التلفزيون ماشي سهل هكذا اكيد سورتو في الوقت الحالي رانا فيه وقت قصير مستلزمات زادت يعني بركة قلت في أمور بزاف مع الدراري لكن الحمد لله بتوفيق من الله يعني حاجة كي تحبها يعني أنا شخصيا نحب الطبخ نحب نمدح حاجة ملاح نحب كي نفرح ناس بصفة ملاح دونك مملعية ديري له بوان وحدك ديري له هكا نقطة وتكملي لكن الحمد لله كجميع أنا نقول مشي غير برك الأم اللي تعمل بصفة عامة الوقت لنا فيه الأم ولا ما نقولوش نقولوا الأب كذلك لكن اليوم رانا في عيد الأم بالنسبة عيد الأم كما يقولوا مبارك للجميع الأمهات إن شاء الله كل عام هما بخير كل عام هما بصحة وعافية هذاك هو الصح يعني يبذلوا جهد مع الأولاد تاعهم مجهد مضاعف على اللي كان يعني دوكا يعني الأولاد تاع دوكا جبلي يا ربي دونك شو نقول لهم شابو لكاع الامهات تاع الذكاء قرايتهم تربيتهم الجيل صعيب تبدل الجيل صعيب لا غالب هذا هو الجيل كما يقولوا مع الوقت هذا هو واش يكون شعورك لما تجيك رسائل من عند امهات تقول لك يعطيك الصحه وتشكرك اكيد على الاطباق اللي تقدر هي توظفها في بيتها وتفرح من خلالها ابنائها لانه الام تجتهد داخل المنزل وداخل المطبخ باش ترضي العائله نتاعها صح اكيد شوف اغلبيه لي ميساج دفا والله يعني انا شخصيا نكون زعفانه ولا اني مشغوله ولا ندخل نتصفح لي ميساج بزاف اللي نرجع لهم اغلبيه شكرا فرحتي لي اولادي اليوم شكرا الزوج عجباته شكرا فرحتي لي كما يقولوا كانت عندي اليوم عرضه حمرتي لي وجهي عباك هاد لي ميساج كي نقراهم نعاود نضحك نجاوب تحس باللي صح يبدلوا جهد غير باش يرضوا ولادهم باش معجبوهم كلوهم كامل شوفه يعني هي صح كلمات بسيطه لكن قاعد تصب انه في اولادهم في بيتهم في وحتى صح. انه على بالك باللي المزاج داخل البيت يتعدل لما يكون الاكل بنين صح. بزاف الابناء يتذمروا يقول الام نتاعهم ليه ما طيبش ما تعرفش طيب ولا ما طيبش دائما يقولوا واش هذه دائما كتلتينا بهذا الماكله يكون معك الميزان لكن لما يتحط طبق بنين ويستمتعوا به خلاص صح صح جزء من حياتنا انك تحط طاوله مسقمه ماشي شرط يعني غاليه قد ما تكون منظمه بنينه هايله يعني يجتمعوا عليها يعني كاين وجبه غداء ووجبه عشاء يكون في موفمون في الدار صح يضيع فطور ولا عشاء يتبحروا واش ديروا صح يعني حاجه صح نيسيسير من بين يعني الامور اللي تبدا فيهم الامهات انه الطبخ الصباح يديرهم في القهوه الفطور تاعهم العشاء تاعهم جزء من تربيتهم يعني جزء من صح. امورهم صح انا نشوفها باللي جزء لازم نقولوا بهكا طبخ واكل لكنه صح لازم جزء صح. منهم سيده كريمه احنا نعرفك كريمه يعني نعرف مجمع لكن المشاهده تعرفك باسم ام فارس علي عندك فارس وعلي لا عندي فارس اللقب تاعهم علي
اوكي انا دايره في بالي عندك فارس وعندك عالي. لا كبير أيمن دائما يقول لي انا عليها. اوكي جت صدفه يعني هي نورمالمون الكبير ام ايمن واحنا يقولوا ام اي. جت صدفه اللي فتحت قناه هكا في اليوتيوب باش سميتها ام فارس، كنت زيد عندي جديد سميتها ام فارس عالي، قعدت هكاك يعني ماشي قعد الاسم هكا راح هكا ما قدش ما نبدلو لانه كون بدلي تعرفي تبحري على المشاهدين تاعك وكامل قعد هكاك الاسم. هو ما زعفش عليك ايمن؟ اكيد في كبر زعف ما قالكش تفتحي قناه في اسمي انا ما فهمتش ايمن وراه اسمي انا الاول. قلت له جات صدفه. شحال في عمرهم؟ ذكرينا باعمارهم. ايمن عنده 16 سنه. الله يبارك فيك. يبارك وشاب تجيبي العروسه كريم نجيبها باش تهنيني صح ان شاء الله حبيبتي. ومريم عندها 15 سنة وفارس عنده 11 سنة أو 12 يعني. إيه وفارس أو عارف النجاح تاع اسمه. إيه ولا مشهور فارس. إيه كي روح للسيد إيه ماما بقلاوة بروف تعيد باش تدوق ماما. شو مين شكون جا؟ هذا هو فارس. هذا فارس ولا أيمن؟ فارس هذا أم فارس. أم فارس. دور الكاميرا وليت مشهور فارس ها؟ اقعد 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 قدام ماماك اقعد. شكون قال ادخل؟ حبيبي العاتب الام. مرحبا بك فارس. مرحبا بك. وش هو شعورك لما ينادي الام تاعك صارت معروفه بالاسم تاعك؟ ام فارس. صحابك اللي يقراوا معك في المسيد على بالهم باللي الوالده تاعك؟ يعرفوها؟ ايه يعرفوها. يتبعوها يتبعوني ويقولوا لي ايه يقولوا لي اذا جوزت معاها وكومبلي نقول لهم شويه شويه عادي اخطات نروح اخطات لا. ويسقسيوك يقولوا لك صح ماما كما كلتها بنينه ولا غير نشوفها كي نشوفها في التلفزيون هكذا؟ لا يقولوا لي يقولوا لي اخطات جبنا معاك ايه تدي لهم صح تدي لهم فارس خطات ندي لهم ما كدير حاجه هكا معجنه ولا يترفدوا كاع ندي لهم عادي حتى تترفد صح اللي بغى البلاقي مسكين ما يقدرش يقول لي فارس احنا امهاتنا يعني كانوا مرات يطيبوا مليح مرات نلقاو ماكله ماشي مليحه انت يماك يعني كي نشوفوها في البرنامج في التلفزيون اي حاجه طيبها بنينه صح صح بنينه ماكلتها في الدار؟ لا بنينه في الدار بنينه عيط كل يوم طيب مليح. وش طيب وش طيب في الدار طيب طيب لهنا في الو شيف. وشنو هو الطبق اللي تحبه بزاف من عند ماماك؟ كلش هي طيب كلش هكا تحبها بزاف دير كلش بنينه لا دير كلش. هاي رافده الاسم تاعك مسؤوليه ماما متعسها وش طيب قولها الاسم تاعها رافده لا دائما تقول لي اذا تقولش تخليني نذوق الماكله تذوق الماكله اي باينه اي هو اللي يذوق باش تقول لي اذا بنينه ما شرقي هكا ويحب سبيساليتي قلب دولمه عراقيه مقلوبه هذا ويربى هذا اكثر من خاطر يتعلم يطيبها. كنت على وشك الحين سقسي شوف نتبع معاها نشوف وش دير هكا حوايج وش مليح انه كاع يدخلوا الكوزينه عندهم هاك عندي الكبير يدير لك ان غراتان ولا اون ديغي شاف دارو الله الله هذا يدخلوا يدخلوا الكوزينه لكن الكبير يطيب يقطعوا يديروا سلاطه يوجدوا سلاطه يسلكوا راسهم يسلكوا راسهم. تحب الماكله الجزائريه ولا المشرقيه؟ شويه المشرقيه اكثر. على عقلي قولي وش كتقول شي نحب المراقي بزاف ما عندي حاجه في المراقي كي كبرت بدل راي كيما لوط ذواق باين ذواق ما شاء الله عليه. قول لي في الحفلات اللي ديروهم في المدرسه ديروا حفلات تديوا الماكله انت واش تدي لهم جينيرالمون واش تدي واش مو ماما مولف تدي لي هكا ميني بيتزا كيما هادو تاع اليوم ديرهم هادو تدي لي ميني بيتزا ولا واش باش يكون عدد الاطفال مادلان ولا حاجه الله الله يخمم لي في صحابه ما تخافش ويجيو كامل ماكلتك انت يذوقوها جاي يجوا يوزعوا كونفلي وهما ثاني يجيبوا معاهم وانا نجيب والاساتذه ديالك على بالهم باللي ماك شاف كاين شويه نصهم على بالهم والقرايه صافاك جايب روحك؟ صافا صافا جايب ام فارس جايب روحك صافا واش سيبورتي الفوتبول؟ تبع فوتبول؟ اي نتبع واش سيبورتي؟ باش تاع الجزائر ولا تاع الجزائر واش تشجع؟ الجزائر مولوديه والله فرحانين هاد الايام كثير حاله بالاعلانات هاي بدات تقلق ايمان لا 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 وفي برا هذوك ريال مدريد عندكم تشامبيونز ليغ اكسي بورتي زوجهم لعبوا فينا رياضه تبعي احكي لنا على ايمن ايمن ومسكين اما ما خيراتوش ماما في الاسم في سبعي ايمن تقول شي ف
هو يحب بتقولي ما يلتاش بزاف التصوير تاع ماما تقولي هو ما يروحش معاها ايه كبير ماشي ما يهتمش بال ما يحبش يحشم يدير التصوير ويتلاصون برصور معاه تاعو عالم خاص عنده عالم خاص عندهم عالم خاص كي يبداو يكبروا فوق تحت خصوصيتهم سورتو في هاد لاج مي عنده عالم خاص كي كان صغير كان كثر اطاشي لينا لي بارون تاعك لكن كي بدا يكبر بديت وانا نحترم ذلك او يعني فتره ومن بعد نعاود ندخل العالم الخاص اروح وريني واش درت بيحفظهم لك باش ربي يخليهم لك ان شاء الله ان شاء الله وتقول لها ماماك كلمه اخيره ما نحبها بزاف ونشكرها على المجهودات اللي قدمتها منا تصبر علينا تقرينا توكلنا تشربنا وتسهر علينا ما درت لنا كلش ما شاء الله عليك ما شاء الله برافو ما شاء الله ودائما مبتسم هكا مبتسم دائما ما شاء الله عليك ربي يحميه ربي يحميه يعني هما كامل بصح هذا بالكثرة ربي يحفظه ان شاء الله شكون قال لك تدخل ما سقسيتنيش شفتي يا هذه سوربريز ام فارس يعطيك الصحة اللي جيتينا اليوم نورتي بلاطو صباح الشروق انت ونادية اليوم اليوم رانا امتداد من الالوشان شكرا لك اطباق هايله ما شاء الله شكرا لك كذلك نقدم لك هديه رمزيه من خلال برنامج صباح الشروق عندك هديه من ايفوريا شكرا وعندك هديه من حليمه بوعلي المواد الطبيعيه وعندك بيو هير ثاني هديه من برنامج صباح الشروق وورده لانك وردتنا اليوم في البلاطو انت وناديه احلى ورده الاحلى انتم هدرتكم اليوم هي الهديه تاع الصح تاع اليوم يعني اليوم حسيت روحي صح ما سي با الامومه ما عندهاش يعني وقت لكن هدرتكم هذه تاع اليوم خلاتني شوفي برك هذاك الكيس تاع ايفوريا الابيض هذاك هذا اوكي تحبي الريحه دوريه برك ام فارس دوري باش تبان اكيد فيه تشكيله من العطور شكرا لك ام فارس نورتينا تستاهلي اجمل باقه ورود نهديوها لك من برنامج صباح الشروق شكرا لكم فارس نورتينا يعطيكم الصحة فارس يعطيك الصحة عاود عاود روح زورنا ان شاء الله نشوفك يا حبيتك نحوس عليك ما شاء الله اكيد اكيد انك تدخل بيوت العائلية تشاركهم افراحهم وتقعد شغل مداوم معاهم ماشي غير فرح ولا انا زوجت نساء وبعد زوجت بناتهم الله يبارك دونك شوف المدة يعني هذه هذا كاع يكون دائما شرف ليا انه دايرين في ثقه يعني واللي زوجتهم نقول لهم صحة عيدكم وبناتهم كيف كيف قريب كاين اللي زوجتهم كاين اللي مازال نقول لهم ثاني صحة عيدكم وصحة عيد كاع الامهات والمراه الجزائريه خاصة صح ان شاء الله يا رب قبل قليل هذه منال كانت حاضره معنا قابله هنا في البلاطو كنا تكلمنا انه القابله هي اول سيده واول كائن في الحياه شخص يعني يمسك طفل بين يديه وايضا الفنان كما قلتي تحضروا مناسبات كثيره من بينها السابع لنعرفوا انه عنده فرحه خاصه عند كل الامهات الجزائريات ونظن انك احييتي ربما كثير مثل هذه المناسبات اللي عشتي فيها فرحه الامومه والابوه ايضا يعني اكيد يعني هو يعني شعور لا يوصف قد ما توصفوا المرأة اللي تكون في هذه الحالة ما تقدرش لأنه هو إعطاء الحياة وتشوف الابن ولا البنت اللي عشت معها 9 شهور دي مومون إنوبليابل أكيد أنه أول أنه عمل قابلة عمل شريف جدا وتقعد الأم هي السند في الحياة هي العطاء هي الحب هي التضحيه حنا كاين واحد المثل اللي يقول لك اللي راح له باباه ما راحلوش اللي راح وليت ديت له يماه ما خليتلوش دونك الام تقعد حاجه كبيره حاجه ما حتى الانسان قد ما يقدر يهضر عليها ما يوفيهاش حقها يعني. حتى انه بزاف البيوت تكون فيه عايشه هذيك اللمه لكن لما تغيب الام ياما بيوت خربت ورابت بعد ما غابت الام يقول لك المراه هي اللي تبني إيه؟ والمراه كسوا تكون الام ولا الاخت ولا البنت تبني حاجه يعني جميله بزاف وانت بشهاده خاوتك وخياتك يعني انت الام نتاعهم بعد الام الوالده بعد غيابها انت اللي دائما تلميهم وانت دائما اللي يجوا يبكيوا لك ويشتكيوا لك وصح
أكيد أكيد أنا نحب اللمة، أنا ما نحبش الدار تكون ولا الإخوة مفروقين ولا ما نحبش هاد أنا دايما نلم وما ندخلش في الصراعات. شي واحد يجي يحكي لي ولا نسمع ويقول واش رأي ما نقول ما عنديش رأي أنا المهم توما قاع دياولي أبخي هاد الأوقات وهاد اللمات هادو اليوم رانا هنا غدو ما راناش يعني يقعدوا دايما ذكريات ويقعدوا متى الأعلى للأطفال تاعنا لولادنا أنا نقول لهم دايما تلموا وعلموا لولادكم باش نهار ما نكونوش حنا يقعدوا دايما ملمومين ويقولوا اه يما ولا خالتي ولا كانت لمنا هذه هي بزاف يعني الابناء يلوموا يتذمروا ما يحبوش لما الام نتاعهم تبقى تعس فيهم تخاف عليهم انت عشتي هذا الشيء كي كنتي في بيت الام نتاعك لما صرتي ام بديتي تحسي بمعنى الامومه صح اكيد وصرت نمارس هذا الشيء اكثر من امي أنا مازال عندي حتى لدركا أولادي يعني راهم كبار الله يبارك لكن وراك رايح وهكذا وهكذا يقول لي رايح لمن آه لا لا منا ما تروحش منا يا ماما راني كوميم 26 عام 27 عام ما نلت 30 عام الله يبارك مازالني دايما فيها صغيرة ما نشوفهم صغار نشوفهم ما يعرفوش نشوفهم شغل هما تربوا معايا أكثر لأنه الأب احنا منفصلين دونك كنت جفزي لي دو الام والاب يعني هذا يخلينا نحييو تحيه كبيره للام المطلقه الارمله أكيد. اللي قدرت تربي الابناء نتاعها في غياب الاب مسؤوليه كبيره ماهيش مسؤوليه كبيره بزاف لانك لازم تكون الام وتكون الاب في نفس الوقت يعني كما نقولوا حنايا لا كان ما فتعسي بزوج عيون تولي تعسي بعشرة لأنك تخافي من ردود الناس وش يقولوا قولك ما كاش الراجل دراري ما تربوش مليح هذا هو المجتمع تاعنا يعني. الأخص الفنان صح احنا رانا شغل أصابع اتهام دائما موجهة عليه عذلك كاين بزاف الناس ويعني نقولوا ما ماذا بيا يبدلوا النظرة هذه اللي عندهم للفنان لأنه الفنان أولاً قبل كل شيء إنسان روح عنده إحساس عنده مشاعر روح عنده إحساس وإحساسه عالي بزاف صح أكثر من إنسان عادي دونك كاين بزاف يقول لك أنهم أولاد الفنانين ما لا هذه معلومة خاطئة أولاد الفنانين مربيين عاقلين قاريين مصليين كل الصفات الجميلة والحميدة تصيبها في أولاد الفنانين هذه احنا كيما احنا كيما الناس ربي يحفظ لك وليدات ربي يخليهم ان شاء الله تفرحي بهم ان شاء الله لطفي ذكر الفن صح صعيب خاصه ربما مساعات العمل كيفاش قدرتي توفقي دوكا مكبار الله يبارك لك صح كي كانوا صغار شويه كيفاش كنتي تقدري توفقي بين العمل ديالك وبين التربيه هو يعني عبالك انا حملتهم المسؤوليه ملي كانوا صغار كنت منال في عمرها 10 سنين ولا 11 سنه كنت نروح نخدم كي نجي نصيب منال دايره العشاء الله يبارك شت خاوتها هايتو ومن جهه واحده اخرى كانت عندي المساعده تاع الام ديالي امي ساعدتني بزاف وبالمناسبه نشكرها بزاف ونقولها بون فاطمه تحيه كبيره ليها طول في عمرك ان شاء الله دونك حملتهم المسؤوليه وهما كانوا صغار وكنت شوفي انا يعني نمد ان كونساي نصيحه للاباء ولا الامهات لا كوميونيكاسيون التواصل يعني شتي التواصل يحل بزاف مشاكل وتفادي به بزاف من المشاكل دونك كانت دائما بيناتنا الحوارات والتواصل هذه مليحه هذه ماشي مليحه يعني ملي كانوا صغار يعرفوا الصح ويعرفوا الخطأ وكانوا ايزيتي ريسبونسابل دونك ملي كانوا صغار ما والام لابد انها دائما تكون قويه في اصعب مراحلها احنا دائما نشوف ما نحبوش نشوف امنا ضعيفه يعني الام هي اللي تعطيك هذيك القوه هي ربما هذا الشيء احيانا يخلي الناس ما يتفهموش الانسان هو صح ربما او قوي وتشوفيه قدامك ماهوش منهار لكن ربي يعلم واش كاين داخل قلب كل ام اكيد اكيد المراه بطبعها ولا الام ولا عندها واحد القوه زياده على إخوانا الرجال سامحونا يعني هذه صحيحة عندها واحد القوة وواحد قوة شخصية ما مذهلة يعني ربي سبحانه وتعالى
ممكن على باله باللي هو عالم اكثر منا، يعني على باله باللي هذه المراه راح تتحمل اثقال واثقال. دونك اون باراليل بالك زاد لها في القوه هذه، لكن ما ننساوش باللي انها امراه تري سنسيبل. الرسول عليه الصلاه والسلام قال رفقا بالقوارير، يعني اونيت سنسيبل لداخل، حتى ولو كان تشوفونا اقوياء بصح ربي يعلم بينا واش كاين لداخل. صح. والحمد لله. يعني ولادك شكون اللي قريب ليك اكثر واللي خمم قبل الاخرين في الهديه اللي يجيبها لك في عيد ميلادك؟ والله غير هما يعني كيف كيف. ايه صح. الا وتلقاي واحد منال. منال 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 دائما سباقه وتحب كي تسبق تسبق زعما خاوتها ولا دائما. وش نوع الهدايا اللي تحبيهم؟ يعني المراه اكرم عليك ما شاء الله ربي سبحانه وتعالى، يعني تقدري تجيبي اي حاجه يعني تتمنايها، لكن الهديه اللي يجيبوها لك اللي يفكروا فيها اولادك ايه. ماديه اكثر شيء ولا معنويه اللي تفرحك؟ لا اكيد انها معنويه، ما ماديا ما الماده لا تهمني تماما. ما عنديش وهما بالنسبه ليهم هما ما يضيعوش واش يجيبوا لك، يعني بيخموا واش نجيبوا لك. اذا باغفا هي تجيب الروحة، اذا لباس هي تجيب الروحة. صح. شوفي كي تكون هكذا مناسبه ولا يتقلب كما نقولوا حنا عيد ميلادي ولا اي حاجه يطموا يفوا هكذا ينحوا من المصروف تاعهم يجيبوا لي حاجه هما على بالهم بلي انا نحب الحاجات الجميله. دونك دائما كما نقولوا حنايا يحاولوا انهم يجيبوا لي هذيك الحاجه اللي نحبها ولا يتقربوا ليها. واش يعني هي الحاجه الجميله مثلا؟ ذهب، بارفان؟ لا والله ما ما عندي حاجه في الذهب. تيرمون لبست الذهب كدوكا عندي محطوط وما نلبسوش. الله يبارك. ما عندي حاجه فيه. بوكو بلوس هكذا بارفان ولا الورد. انا نحب بزاف الورد. انا كي تجيب لي هكا باقه تاع ورد خير ملي تجيب لي ذهب ولا حشر حاجه تحسها هديات رمزيه. رمزيه كي تجيك من عند ولادك. انا قلت لها منذ قليل امهاتنا لما تجيبي لها طرف قماش ولا طرف صابون خبيه تقول لهم هذا تاع ولدي جابه لي. ايه ايه لو كان بالقليل حتى لو كان لو كان حاجه قليله رمزيه كبالك محرمه ولا تفرحها اكثر من احنا ثاني جبنا لك هديه رمزيه من 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 قناه الشروق. شكرا. ربي يخليكم. تستاهلي يا رضيه منال كل الهدايا. ربي يخليك. الله يخليك. شكرا. لطفي. تستاهلي اكثر. يعيشك. شكرا. تفضلي. هديه من ايفوريا وهذه هديه من عند ايفوريا تشكيله من من العطور ومن بيوهير ثاني. شكرا جزيلا. ربي يخليكم. شكرا. الله يجعل وردة ان شاء الله. ان شاء الله. شفتها. ربي يخليك وردة ان شاء الله. ربي يخليك تعيشي. شكرا. يعيشك. شكرا. ربي يحفظ لك وليداتك. الله يسلمك. بيهم. قبل قليل انا ولطفي اول سؤال سالناه قلنا وشنو هي الحاجه اللي تفرح الام بزاف؟ قلنا ربما النجاح. انت في رايك نجاح الاولاد هما اكبر هديه تكون؟ اكيد انه نجاح الاولاد لكن انا عندي واحد بالك شويه ما نخممش كيما الامهات ولا كاين بزاف اللي يقول لك انا لازم ولادي يقراو ولازم لا انا لي انا ان ولادي ينجحوا في الحياه. صح. ريوسير دون لا في باسكو كاين كاين بزاف الناس قراو وما نجحوش في حياتهم. دونك انا لي انا هو النجاح في الحياه. حسن التربيه، حسن المعامله مع الناس، انك تخلي الناس يقولوا الله يرحم الكرش اللي جابتك ولا الله يخلي الام ولا الاب اللي رباك، هذه احسن حاجه لي انا. ان شاء الله ربي يفرح كاع الامهات خاصه اليوم بهذه المناسبه باولادهم يا رب. ان شاء الله يا رب. لكن ما يمنعش انه الدراسه هي مفتاح لكل النجاحات. اكيد. نتمنوا التوفيق لكل الابناء. أكيد. اطفالنا الممتحنين في التعليم الابتدائي راهم دخلوا الامتحانات. إيه؟ اسبوع يخرجوا عطله ان شاء الله يا رب. ربي يوفقهم ان شاء الله. كما قالت راضيه منال صح النجاح تاع الدراسه عنده طعم جميل، لكن ماشي غير نجاح في الدراسه وانما يقدر الانسان ينجح أكيد في حياته في إيه. امور اخرى. ما ينجحش هذا العام العام الجاي وهي رايحه كاين ناس 70 سنه دخلوا جوزوا الباك. صح. دونك ما
فوالا هذه هي، لازم الاباء والامهات يكونوا دائما واقفين مع ولادهم، ما تطلبوش المستحيل باش ما نلحقوش باغيزوم كيما نقولوا احنا حاجه كارثيه ولا دائما غير بشويه بشويه الانسان يلحق باذن الله. ان شاء الله يا رب، ربي يفرحك ان شاء الله دائما. نورتينا راضيه، شكرا جزيلا، فرحانه جدا اني معكم اليوم. احنا سعداء. ونكرر تحياتي ونقول بون فاتا توت لي مامون. فوالا انا نحب راضيه منال لانه من الفنانات المتواضعات جدا، يعني اول ما تعرضيها تبي لك الدعوه وتجيك بصدر رحب. نورتينا اليوم راضيه، الشروق ما نقدرش نقولوا لها مشرقه بيك، الشروق مشرقه بيك. عايشك، شكرا شكرا جزيلا. نهديو ايضا هديه للسيده فاطمه حاضره معنا الورشه اليوم، واللي قدمت لنا ايضا هديه هي ثاني للبرنامج وستهل كل الهدايا. شكرا شكرا جزيلا. سيدتي فاطمه، كل عام وانت بالف الف بارك الله فيك. شكرا على الهديه. شكرا على الهديه. خلاص كملنا كملت الهديه تاع للام. شحال شباب الشكل، شوفوا ما شاء الله. يبان على الكاميرا كما قلنا هديه رمزيه تفرح بها الام. وقلت لك اي انسان ما يقدرش يرسم ولا يتبع برك لمسات خفيفه فقط ويدير هديه جميله. برافو برافو عليك. حبيتي راضيه التحف اللي جابتهم؟ شوف على الزجاج. يبارك. وقتاش تجي لنا ورشه؟ او عندي زملاء. ايه خلاص راهي معاك في المهنه. خلاص انا كاع هاد الخياطه والهاد وكاع انا نديرهم في الدار. من ما شاء الله يبارك. عبالك فيه واحد ما شاء الله تشاطرني الراي المدام. انا كي نرسم نحس واحد الراحه. تحسي روحك في عالم وحدك. يمتلكك انت برك. نحس روحي راني وحدي وحدك في العالم. ومن بعد هذيك الدراري ياكلوا بروتين البيض. الله الله حبيت لا تيوم تنسى الدراري كامل. نورتينا اليوم سيدة فاطمة، حبينا كثير مرحبا. حب بارك الله فيكم، نشكركم على الاستضافة هذه وخيرتوا النهار الرائع اللي استضيفتوا. كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير ان شاء الله. ولكل امهات الجزائريات ان شاء الله. تحية للزوج الكريم اللي ان شاء الله باذن الله. لبلاطو الصباح تحية كبيرة اللي ربي يفرحك بولادك ان شاء الله. شكرا لك ايضا رضيا منال، نورتينا بحضورك. لطفي رايح. نروحوا احنا على فاصل مشاهدينا، من بعد سنلتقي في مطبخنا الصباح أينما كانت. تحية لكل جاي متواجدة في المتجر ليتابعوا قناة شروق تي في، ليختاروا دائما برنامجنا الصباحي صباح الشروق. ها نتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا من خلال هذا العدد اللي خصصناه للأمهات. يا رب طبعا الختام. كيفاش حبيتي ما نستمتعش؟ أنت استمتع اليوم. كيفاش حبيتينا ما نستمتعوش في وسط هذا الرزمات وهذه الكمبوسات الرزيمات اللي جابتهم هنا اليوم؟ اللي كخاب درتيهم هكذا؟ درتهم كولو بوغ فيغ لو تام تاع لو بوغ. يعطيكم عندك اون فيغ. انا نمشي مع لي تام كامل، نبدا مع الطوماطيش. هذه طوماطيش فورسي درتيها هنا. بسم الله بسم الله بسم الله. شوفوا لي لداخل، شوفوا شوفوا شوفوا. هذه اللي حضرناها داخل حبات تاع الطماطم ما كانتش طاحت. والله ما فيهاش بالها، شده روحها. ذوق اللحم ورجع لي بالخبره على لاسيس تاع الخبز هذيك اللي قلت لك عليها. بسم الله شهينا كل الجنه. ان بوت بان تمخيه وديريه فيه، ما تزيديش ديري البيض، ما تزيديش ديري شابلور، ما تزيديش اي طم اللحم. روعة. في هذيك الطراوة فيه ثوم. ثوم بصل. اللحم هذاك واحد الطراوة فيه على جال الخبز اللي دارته. البصل ثاني اصلا ندوق شوية طماطم. لما الريحة نادية من الصباح هو يريح بالزاج الحمار. فوالا رائحه ما شاء الله. شوفوا لي مع شويه بصل. الطماطم لازم تقعد لو بكو لو برينسيپ تاعها شغل تقعد حيه هكا ماشي طيب ماشي طايبه. فوالا البصل. بسم الله. الحبات تاع الثوم كيما قلت لك نخلوهم. خليتهم هكذا. الروز كيفاش طاب؟ هذا الروز طاب غير لا الروز. الروز تشرب هذيك لاصوص. غير شويه في لاصوص هذيك غير باش يشرب الماء تاع الطماطم. ما تحرحرناش الطماطم. وفيه الفلفل هاوليك ثاني. والحبه تاع الفلفل باش تمتصلنا هذيك لاسيديتي تاع الطماطم. برافو. وهادو ما هذوش درتي لهم حشيتيهم باش ابداع. حشيتهم بحبات تفاح طيبتها بالقرفه والزبده، الزبيب، المشماش، العينه، لي سوغيس كونفي، واللوز والجوز. يلا. هالسنين نقسم لك. درت لهم لاصوص كاراميل باش الواحد يسقي. الحشو كيف نخدم فيه. هاي الكموسه ها ها هاي الرزمه تاعنا وش فيها. هاي الكموسه وش فيها. تبان. اي تبان. وبزاف بريزونتابل يعني تقدر. اللون هذا الاحمر منين درت كولورون. كولورون.
شكرا. خرجوا على الافكار التقليديه فوالا كيحبوا يديروهم فيغ في السالير حوا مع السلق ولا برافو عليك داخل الحشو كيما حبوا بيان سور يبدلوا. انا خيرتو على جرتيه وجايبه كولوخر الدراري يحبوا لي كخاف فيه الزبيب مقوي للذاكره الجوز مقوي للذاكره التفاح ثاني مليح واللون الاحمر لون الورود اللي يرمز للام للحب لون الحب لون الحب اجمل الحب هو حب الام نمدوه للامهات ومحبتنا نمدوها لك من خلال هديتنا لك اكيد هديه ناديه يعطيكم الصحه ميرسي زين الورده وراي الورده هاي الورده ها انا نقول الفله عرضيني دائما فلا بوحدبه شكرا ميرسي يعطيكم الصحه فقط نشكر ناديه ايفوريا لرفقتنا اليوم وبيوهر ايضا وحريم ميرسي. حليمه بوعلي اللي كانوا رافقونا وقدموا هذه الهدايا كانوا الضيوف اللي حاضرين معنا. شكرا لك نورتينا بحضورك نورتينا الكلمه ناديه الوالده ديالك كل عيد سعيد لامي. انا تخونني الكلمات كي نذكر امي تخونني الكلمات تعرفوا حبي تعرف امي قيمتها عندي انا بلا امي دوماج ربي يحفظها كلمة الأم نتاعك ربي يخليها لك الله يسلمك تاني نادية أنا تاني نقول أمي نقطة ضعفي ديجا أنا كي نقول ماما هكذا عينيا يتعمروا بالدموع دونك ماما ربي يخليك تاج فوق راسنا ربي يعطيك الصحة ربي يخليك دايما فرحانة يا رب ربي يحقق لك كل أحلامك كل حاجة راكي حبتها يا رب وربي يخليني هنا دايما حتى نساعدك إن شاء الله يا رب ونكون فخر ليك من خلال كل حاجة تمنيتيها وشفتيها فيا يا رب وتحية للوالد ثاني ما يزعفش فينا تحية لكل أمهاتكم سعيد الزوجة ديالك ربي يخليك أم ابني هي أم أيضا تحية كبيرة لها وربي يخليها تاج فوق راسي ويخلي لي إن شاء الله يا رب ويحميكم كل أولادكم وترحموا على أرواح كل أمهاتنا من موتانا وموتى المسلمين شكرا لك نادية عقوبة لكل إمرأة متمنية إن شاء الله يا رب الله ما يحرمهاش الله لا يحرمها إن شاء الله يا رب نادية خلينا نستمتعوا بالأطباق أكيد بصحة وش نقول للمشاهدين وش نقول للمشاهدين حبينا مرورنا معكم اليوم صح اليوم كان عدد مميز بفضل اكيد فلا بوحدبه رئيس تحيه لها ولكل الفريق فريق صح. التقني وفريق الاعداد صح. الذي يجتهد دائما ويسهر من اجل ارضاء مشاهدينا اينما كانوا برنامجنا الحق له نهايته لكن برامج قناه الشروق تي في لا تزال تقدم اجمل واحلى ما لديها من للناس